اوكي طيب احنا today هناخد فكان فاضل لنا سؤال واحد بس كان على ال interrupt controller في الشيت. هو الشيت اترفع على ال LMS تمام، وكل السكيشن اترفعت على ال LMS اللي هي ما بعد ال verilog. ال assignment في assignment ال ALU انتوا كنتوا بعتوا على ال email، هو لازم يترفع على ال website، يعني لازم ال التصحيح يتعمل على الموديل. فلو سمحتوا ارفعوا الداتا بتاع يعني الحاجة اللي انتوا بعتوها لي على الايميل، لو سمحتوا ارفعوها تاني، حتى لو انت بعتها على الايميل لازم تميك شور انها اترفعت، لان التصحيح هيتم على الويب سايت. اوكي، ف والديدلاين بتاع يوم 27، فهو المفروض يعني يشغل منك وقت انتوا اوريدي عاملينه، فمجرد بس انت تابلود. ده بالنسبة للأسايمنت. في أسايمنت 1 already كان من قبل المتر، المفروض ان هو الاكستنشن بتاعه بي دي اف اونلي اللي انت تابلوده، سواء هو او الاي اليو. فالكود اللي انت عامله حطه في شكل وورد وحوله البي دي اف وارفعه. بالنسبه للبروجكت ديسكريبشن لسه ما اترفعش، بس هيترفع يعني most probably اخر الاسبوع او اسبوع بدايه الاسبوع. بس كل اللي احنا هنعمله التوتوريال ده ان شاء الله ان احنا هنحل السؤال الفاضل من الـ IO اللي هو عن interrupt control، اللي هو عن 82 59 ايه على ما اتذكر. والنهارده بقى يعني هقعد معاكم ان شاء الله في الـ data sheet بتاعتها عشان تعرفوا ازاي تفهموها يعني، وازاي نجين سكيل اللي احنا نقرا الـ data sheet ونحاول نفهمها as much as possible، وايه المطلوب مننا في الـ project. تمام، ال objectives بتاعت النهاردة بالنسبة لكم clear؟ اوكي المفروض ان انا عاملة slide show. باشمهندسة ممكن سؤال؟ اتفضل. أنا كنت سألت كان دكتور أشرف سأل إن في جايزة تقريبا أحسن ديزاين، بس أحسن ديزاين بيكون إزاي؟ يعني إن إزاي الديزاين ده بيكون أحسن أو أسوأ من ديزاين آخر؟ ده بيبان في الـ census report. يعني ايه؟ يعني انت عملت الـ design بتاعك وكتبته بالـ verilog، لازم to go through الـ census process اللي احنا كنا شرحنا الـ flow بتاعها من الأول. اللي انا كتبت الـ verilog code بتاعي، اتأكدت على الـ simulation level كأنه كان logic صح، بعد كده هحوله هعمله census وحوله الـ gates. والـ census ده سواء Xilinx, Quartus, whatever بقى الـ tool اللي انت هتستخدمها، وفي اعتقد كمان Intel، بتديك ريبورت. الريبورت ده بتديك الفريكونسي بتاع الديزاين ده بتاعك قد ايه، بيوريك الكريتيكال بوست بتاعك عشان لو انت عايز تحسن فيه، بيديك الاريا سامري، كام لوك اب تيبل، كام مش عارف كام رام، كام لوجيك عندك، كام ريجستر، كلام ده. فلما انت بتحط الريبورت بالنسبه لي انا ما بقارن، اشوف الديزاينز المعموله والاوبتمايزيشنز فيها، فده بيبقى احسن ديزاين. اللي انت بتحاول تدي functionality وطبعا ال most optimized frequency و area as much as possible. طب واحنا هناخد باشمهندس ازاي نحسن الحاجات دي يعني واحنا بنكتب الكود ولا؟ لا، المفروض ان اللي انا وانا بديك ال verilog اللي انا already قلت notes، يعني مثلا قلت ازاي ن avoid latches، مثلا avoid free flows ملهاش لازمة، السنسس بيترجم ازاي، ايه احسن حاجه. يعني دلوقتي انا مثلا بنتكلم في الداتا شيت، هبتدي اديكوا الكونسبتس بتاعت الماسكينج كده اللي هو المفروض اصلا تكونوا اتعرضتوا لها في الامبيدد كورس. مثلا يعني الماسكينج ده سبيترز، مثلا احنا نستخدم الكونسبت بتاعه مثلا بدل ما نقعد نعمل اف كونديشن على كل بت. دي مثلا انت بتتجنب ماسكس ملهاش لازمه، في حين انت ممكن تريبليسها بلوجيك بسيط. فاللي انا هقوله النوتس اللي انا بقولها سواء النهارده او اللي قبل كده، دي بتساعدك ان انت تحاول توبتمايز الكود بتاعك. مثلا انت عملت الديزاين بتاعك ولقيت ان انت تبص على الكريتيكال باث، تشوف الكريتيكال باث بيعدي فين، في انهي بلوك، والبلوك ده فين ايه مشكلته، هتلاقي ان في حته في الكود في ليها مشكله، تحاول انت بقى سيرش، او ممكن نعمل ديسكشن انا والتيم بتاعك ساعتها لو انتوا حددتوا المشكله فين وعايزين تعملوا optimization. بس at least you did the effort
ممكن ساعتها ندسكس ونحاول نوصل للطريقة، او انت اللي احنا او بعد الدسكشن بتاعنا انت بتوصل للطريقة اللي انت تحسن بيها الديزاين بتاعك. تمام يا باشمهندس، شكرا. يعني سؤال تاني لو سمحتي. وحضرتك قلت ان السيميوليتر قصدي او بتاع السينثيسيس ده هيطلع لي ريبورت بيوري فيها الفريكونسي والكريتيكال باث والاريا والحاجات دي، بس مش ده بيعتمد على نوع اللوجيك المستخدم اللي هو نوع الترانزستورز يعني، والسايز بتاع الترانزستور والحاجات دي، مش يعني ملهاش علاقة بالضرورة باللوجيك ديزاين من هاير ليفل اللي هو بالجيتس وكده يعني، ده لور ليفل لا بص، يعني ممكن الريبورت بلوجيك معين يبقى. احنا ما بنتكلمش دلوقتي على الترانزستور الكلام ده، يعني اللي هو دلوقتي الريبورت اللي بيطلع لك ده السنسز او الجيتس اللي بتتحط كهاردوير البوسيبل يتحط وينزل على الاف بي جي اي. تمام، فهو الفكره ان انت على حسب طريقه كتابتك للكود هي التول هتترجمها للجيتس والتوصيلات بتاعتها. لو الكود بتاعك مكتوب بشكل مش صح او بشكل مش اوبتمايز هتلاقي ان انت عندك جيتس كتيره والراوتينج بتاعها كتير، وهتلاقي ان الديزاين مش احسن حاجه. فهي مش بتعتمد على لا الترانزستور الكلام ده في الاخر خالص. هو في الاول الريبورت اللي بيطلع لك ده بيطلع لك على الليفل بتاع الجيتس والراوتينج والبليسمنت والكلام ده اللي هو اللي ينزل على اي بي جي. فكل فهمت ده بقى، معتمد، شكرا. كل ده معتمد على طريقه كتابتك للكود. اوكي طيب let's تمام، go بقى. شكرا. ان شاء الله احنا هنتكلم على الكونسبت بتاع programmable interrupt controller، كنت انا قلته لكم قبل كده. هي الفكره في ايه؟ الفكره ان ال CPU احنا قلنا ان احنا نحاول ن maximize the throughput بتاع ال CPU as much as possible. ازاي بقى؟ ان انا اخلي ال CPU يحاول يدو tasks وما خلوش يبقى idle. فجينا لفكره ال interrupt، احنا قلنا ان ايه، انا ساعات السي بي يو وهو بينفذ البروجرام بتاعه بتيجي ان انا هو يبقى عايز حاجه من اي او ديفايس. تمام، بس الاي او ديفايس بيبقى بطيء شويه على ما يطلع الداتا، وده شفناه في النوميريكال ريزلتس اللي كنا بنشوفها في البروبلمز بتاعه الاي او ديفايس. فبدل ما السي بي يو يبقى قاعد مستني ايدل او بيعمل بولينج سوفت وير بولينج او وات ايفر، قال لك لا السي بي يو يروح ينفذ الانستراكشن البعيد البروجرام او بقيه other instructions لغايه ما ال IO device يجيب الداتا ويعمل interrupt، او لو ال IO عايز ينفذ حاجه هيبعت interrupt request لل CPU ان هو ينفذها له. طيب الفكره ان انت زي ما انت شايف كده مثلا في الرسمه دي، ان هو انت عندك signal interrupt واحده انت عايز توصل لاكتر من IO مثلا، فقال لك تفاصيل ال interrupt، مين عمل interrupt ومين هيحط ال الفيكتور بتاع السبروتين على الباص والكلام ده، مش عايزين نشغل بال السي بي يو بيها. السي بي يو عايز الحاجه تبقى ريدي. فحطينا حاجه اسمها بروجرامبل انترابت كنترولر، هو اللي بيهندل الانترابت. يعني معنى ايه؟ لو معنى لو في 2 اي او ديفايسز عملوا انترابت، مين اللي عندها هاي بريورتي عشان اخد الانترابت بتاعها وانفذه؟ انا مش عايزه اشغل السي بي يو بالحاجات دي، فدخلنا حاجه في النص هي اللي تهندل القصه دي. اوكي، فهو بيقول لك ده ديسكريبشن عشان تبقى فاهم بس البي اي سي بيعمل ايه. هو بي فانكشن از اوفرول مانجر ان انتربت دريفن سيستم انفايرمنت، يعني هو اللي بيهندل الانتربت سيستم. ات اكسبت ريكويستس فروم بريفر اكويبمنت، بريفر ده اللي هو الاي او ديفايس، وديترماينز ويتش اوف انكومينج ريكويستس از اوف هايست امبورتنس، هو اللي بيحدد البريوريتي بتاعت الريكويستس اللي بتيجي من الاي او ديفايس. تمام، once ان انت عندك ال highest priority يبتدي ياخدها يبتدي ياخد ال request بتاع ال IO device ويحطها ويظبط ال registers الموجودة اللي هو ال interrupt service، مين ال will be going in service ومين اللي مستني، ويبتدي يبعت لل CPU وياخد ال acknowledge ويحط بعد كده ال vector على ال bus. فهو بيقول لك في الاخر هو بي issue an interrupt to CPU based on this a determination، and هو بي determine which one will be in service which interrupt يعني will be in service. هو بيقول لك بعد ال issuing ال interrupt لل CPU هو somehow بي input ال information into CPU على الباص، وده هنتكلم عليه in details. عشان ال program counter ياخد ال service routine ده او ال address يعني عشان ي execute ال service routine.
بس البوينتر ده بنريفير ليه اللي هو الادرس بتاع اللي بيبقى موجود في الفيكتور تيبل. فدي الفكرة in general. في example دايما الدكتور بيديه يعني في بعض السنين، هو example Intel 8259. ده example لل programmable interrupt controller بيهندل كذا interrupt service routine. فهو الفكرة ان ال example ده عنده 8 interrupt requests، يعني بيتوصل ب 8 IO devices، كل IO devices بيعمل interrupt request. اوكي، فعشان كده هتلاقي في الداتا شيت ان هو بيقولك بيهندل 8 level interrupts، او 8 levels or requests and has built in features ان هو expand ل 64. ده هنشوفه ازاي. يعني هو mainly ال PIC اللي هو 8259 ده بيهندل 8 interrupts، بس هو ممكن يتمد ل 64. حد عارف ازاي؟ كاسكيد ال صح. بالظبط الفكرة. الكونسبت برضو احنا اللي شرحناه قبل كده في توتوريال من التوتوريالز، ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها كاسكيدنج. كاسكيدنج ازاي؟ والله هو عنده مثلا 8 سيجنالز يعني بيتاكتوا از انتربت ريكوست. فانا بدل ما اوصل عليه اي او ديفايس، انا ممكن اوصل عليه انتربت بروجرامبل انتربت كنترولر تاني. تمام، الانتربت كنترولر ده عنده اسمه ايه ده، انتربت ريكوست لاينز تانية. فهو بدل ما بيسبورت 8 بس، لا بيسبورت كمان 8 تانيين اللي هما بتوع الانتربت كنترولر، ويقدروا يوصلوا بالبنس دي بقى. ف 8 في 8 تديك ايه، ال 64. ده بيسموه كاسكيدنج، وده اوريدي موجود في، لو انت فتحت البلوك دايجرام اللي هو موجود في الصورة دلوقتي في السلايد، هتلاقي الجزء ده بتاع الكاسكيدنج اللي هو بيسبورت كاسكيدنج انتربت كنترول. طيب هو بيقول لك طبعا الفكرة بتاعت البريوريتي مودز اللي هو الهاندلنج بتاع البريوريتي اللي هو الفيكتور بيز، يعني ستارت، يعني انا لما اجي ستارت لما يحصل انتربت انهي بالظبط فيكتور او انهي ادرس بتاع سب روتين هحطه على الباص او ستارتنج من مين بالظبط، هو ده بيتهندل عن طريق كونفيجريشن. فانت اكشلي قبل ما بتبتدي تقول انا عايزه انيبل الانتربت ريكويستس من الاي او ديفايسز، انت لازم تكونفيجر الانتربت كنترولر الاول، بعد كده تقول انا هانيبل الريكوستس دي. فاحنا هنشوف حتى الفلو بتاع الكونفيجريشن في الداتا شيت يعني. اوكي، قبل ما اخش في التفاصيل بتاعه الانتربت كنترولر، خلينا نتكلم على الكويتشن الاخيره اللي في الشيت. هو بيقول لك لو سمحت قول لي وات ار ذا ستيبس تيكن باي انتربت كنترولر اللي هو 8259 تو هاندل انتربت. فالمفروض تكونوا عندكم خلفية إلى حد ما من الليكتشر كده الفلو بيحصل إزاي. فعند حد عنده هيدز أب كده نتكلم فيها؟ المفروض إن أنا كـ IO device هـ issue interrupt، فالـ interrupt controller هياخد الـ interrupt request ده، وبعد كده هيعمل إيه؟ هيشوف ال priority بتاعته بالظبط وبعد كده بقى هيشوف أنهي واحد اللي هيشغله دلوقتي تمام ماشي. بس، وهيبعت interrupt لل PC، وال PC هي acknowledge ال interrupt دي. بالظبط تمام. زي ما الباشمهندس قال، الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا في اي او متوصل على سلكة من الاسلاك دي، تمام، واحد منهم هيقشوا مثلا الانتربت. اول حاجة هعملها ان انا هاكسبت الانتربت بتاعه، مفيش مشكلة. ففي ريجستر هنا الكروسبوندنج بت للبنايه اللي متوصله بتتست ان هو في انتربت حصل. اوكي، طبعا بيزد على الانتربت ماسكينج احنا هنتكلم عليه. لو هو مش، يعني لو انا
مش هحجب الانترابت ده، انا هاكسبته، فا اتس اوكي، هيبقى عندي في الريجستر الكورسبوندنج بت للبنيه اللي متوصله على الاي او ديفايس فعمل الانترابت، هستها بواحد. بعد كده هشوف البريوريتي ليه، لان ممكن يكون اصلا في انترابت ان سيرفيس السي بي يو بينفذها. لو البريوريتي بتاعت الانترابت اللي جايه دي اعلى من السي بي يو بينفذها، هضطر اقول للسي بي يو وقف ونفذ الانترابت اللي جالك ده. لو لأ هستنى لما التاني يخلص وبعد كده أبعت أقوله إن في interrupt حصل. الكلام ده مشروح في الداتا شيت. طيب بعد كده أنا ه determine ال priority، خاصة لو في مثلا 2 IO مثلا devices عملوا interrupt at the same time، لازم أسولف ال priority. وزي ما قلنا لو في حاجة in service already لازم أتشيك ال priority، هل ال service أعلى من اللي عمل interrupt ولا لأ. بعد ما خلصت ال determination بتاعت ال priority وخلاص قررت إن أنا serve الانتربت ده، هسيجنال للمايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسور يعني انتربت، اللي هقوله لو سمحت ان انت عندك انتربت عن طريق السيجنال دي متوصله بالسي بي يو او المايكرو بروسيسور، تمام، واقوله ان انت جالك انتربت. سي بي يو لازم يكنولج عليا لان ممكن بينفذ انستراكشن، فممكن يخلص انستراكشن ويكنولج عليا بعد كده ان هو ينفذ الانتربت، فلازم يكنولج عليا. once ان هو عمل acknowledge عليا، هبتدي بقى اخد ال correct vector on the data bus اللي هو ال address او ال vector بتاع ال subroutine. بعد كده ال CPU بقى بياخد طبعا ال address ده عشان يروح ي serve ال interrupt service routine subroutine. فده in general ال flow بتاع ال programmable interrupt controller. هل في حاجة مش مفهومة؟ نبتدي بقى نشوف. هو مبدئيا انت في البروجكت انت مسؤول ان انت بتحط البلوك دايجرام، هو اصلا حاطط لك البلوك دايجرام. هي الفكره في البلوك دايجرام ان انت تمسك لي كل بلوك توريني من جوه كبلوك دايجرام متوصل ازاي، تمام. فنبص كده على البلوك دايجرام اللي هو حاطته لك، هو حاطط لك قال لك ايه، قال لك انت عندك حاجه اسمها داتا باس بافر. البفر ده اللي هو بيتحط فيه الداتا، يعني بيتوصل على الباص داتا باص وبيتحط فيه الداتا اللي بتجيله. فهو الداتا اللي بتجيله ده الباص ده عبارة عن ايه؟ قالك انت عندك حاجة اسمها تراي ستيت باي دايركشنال 8 بت داتا باص بفر. يعني ايه؟ يعني الباص المتوصل بالبي سي اي كنترولر اللي هو ده 8 بتس، ده اي او، يعني ينفع يأكت از انبوت ينفع يأكت از اوتبوت. لو تفتكروا احنا بنشرح الفيريلوج تراي ستيت يعني بنستخدم الكونديشنال اوبريتور فيها عشان نقول امتى يبقى انبوت وامتى يبقى اوتبوت عشان ما يحصلش كوليجن. يعني امتى يبقى انبوت غير كده يبقى هاي امبيدنس، امتى يبقى اوتبوت غير كده يبقى هاي امبيدنس، تمام. فده بيسموه تراي ستيت. قالك ده الباص ده هو اللي بيتحط عليه المايكرو بروسيسور بيسند او بيريسيف من الانتربت كنترولر ايه بقى الكنترول او الستاتس من الانتربت كنترولر. يعني الباص ده الانتربت كنترولر بيحط عليه الفيكتور، فالسي بي يو بياخد منه الفيكتور بتاع او الادرس يعني بتاع السب روتين، تمام. ممكن ان هو ياسك على الستاتس بتاع الستاتس بتاع ريجستر معين، ساعتها ال interrupt controller هيحط على الباص ده، تمام. فا أو إن هو يبعت عليه ال commands بتاعة ال initialization والكلام ده اللي هو ال configuration، تمام. فهو ده الباص الوحيد اللي بيتحط عليه أي حاجة ك command من ال CPU لل interrupt controller، أو الرد بتاع ال interrupt controller لل CPU من ناحية أنا هبعت لك ال address أو ال vector أو هبعت لك ال data بتاعة ال register اللي أنت عايز تسأل عليها أو كده، تمام. ال read write logic ده مجرد داخله signal 1 bit read أو write أو A0 اللي هو بيستخدم إن هو يساعد في ال augmentation بتاع ال address. هو بيساعد إن هو بيكنترول ال internal read write operations بتاعت ال system. يعني هو هنشوف في ال data sheets، يعني هو ك signal زي ما بيستخدمه لما مثلا أقول read ال CPU عايز يعمل read، يبقى ده معناه ان ال CPU عايز يعمل read command،
فالانتربت كنترولر تبتدي يبعت الداتا على الباص، بس بعد سيكونس معين كده بيحصل هتشوفها في الداتا شيت، يعني يبتدي الانتربت كنترولر يحط الداتا على الباص عشان السي بي يو يعمل لها ريد او السي بي يو يكتب. فلما السي بي يو ينيشيالايز ال دبليو ار، ده معناه الانتربت كنترولر بعد ما يشوف البلس بتاعت ال دبليو ار تعمل لها سيتنج ان لازم يخش ياخد الداتا من على الداتا باص، وده هنلاقيه واحنا بنعمل ايه الكونفيجريشن. ف فدو اللوجيك ده هو المسؤول عن ان هو بيشوف البلسز اللي بتيجي سواء ريد او رايت من السي بي يو عشان يفهم الانتر اكشن مع السي بي يو هيحصل ازاي، هل ريد ولا رايت. بس بيقول لك ان دول بيستخدموا ان كومباينيشن عشان يعني كونفيجر بحيث ان احنا نعمل ترانزاكشن ما بين السي بي يو والانترابت كنترولر. لما تيجي تعمل ريد او رايت او الكلام ده، انت لازم تعمل انيبل للتشيب اصلا، اللي هو اللوجيك ده تعمله انيبل، تنزل سيجنالز معينة مع بعض بحيث ان الانترابت كنترولر يبقى فاهم ان السي بي يو ايه اللي هيعمله. الكلام ده داتا شيت يعني بتهت البارت ده، كل بارت فيهم بتشرحه، واحنا بنجو ثرو الداتا شيت هنقعد نقرا ونشوف الدنيا بتمشي ازاي يعني. فبس الاجمالي يعني ان هو بيقول لك البنس الاربعه دول بيستخدموا باي بروسيسور فور ريد اند رايت اوبريشن. وقال لك ان عاده ان اللو سيجنال بتاعت التشيب سيلكت هي سي اس، دي اختصار تشيب سيلكت. فبيقول لك اللو سيجنال ات تشيب سيلكت shows that no now communication has been set up between processor and interrupt controller. الكنترول لوجيك ده الهارت بتاع الاركتكتشر، هو اللي بيكنترول اوفر اول الاوبريشنز اللي بتحصل ما بين ان هو يسند interrupt signal للبروسيسور، ما بين ان هو يستقبل الاكنولج. فهو ده الكنترولر اللي بيهندل الدنيا يعني، وان هو بعد ما بيهندل الاكنولج يبتدي يجيب لك الادرس ويحطها لك على على البص هنا. ف responsible for sending address desired interrupt service routine هو الكنترول لوجيك. يعني الكنترول لوجيك ده الفيل العقل، هو اللي فيه الفاينال ستيت ماشين مثلا، اللي بتشوف لو جالي الاكنولج وخلاص هسيرف الانتربت ده، هشوف انهي فيكتور ادرس اللي احطه على البص وهبتدي احطه على الباص فعلا. هو عشان فمين اللي بيعمل القصة دي؟ هي الكنترول لوجيك. يقرا الفيكتور ادرس لازم يبقى الريد سيجنال دي تبقى مرفوعة ولا مالهاش علاقة؟ لا دي لا هنشوفها في الداتا شيت، انا مش فاكرة دي ازاي، انا لازم اقرا معاك الداتا شيت واقولها لك. بس هي الريد والرايت ده مش ليها، مش للفيكتور يعني، ده بيورك اندبندنت على السيرفنج بتاع الانترابت. الريد ده والرايت، الرايت ده بيستخدم لما انا اجي اكونفيجر الانتربت كنترولر من السي بي يو، اتس سبيشال اوبريشن ملهاش علاقه بالانتربت، فلازم اقول اللي انا عايزه اكونفيجر. والريد ده لو انا عايزه اشوف ستيتس، يعني احنا هنشوف في بيتس موجوده فانا عايزه اشوف ستيتس معينه في الانتربت، في الاي اس ار او في الاي ار ار مثلا، لو انا عايزه اشوف حاجه معينه السي بي يو ساعتها ممكن يعمل ريد operation. انما فكرة ان انا احط الفيكتور على الباص ده ال operation بتاعت ال interrupt شخصيا، وده اللي بيهندلها ال control logic. تمام يا باشمهندس. ماشي. ال IR بقى اللي هو ال interrupt request register، ده register بيستور bits 8 bits. ماشي. كل bits corresponding لبناية متوصلة عليها ال interrupt او الاي او ديفايس اللي هيعمل انتربت. فهو اول ما الاي او ديفايس بيعمل انتربت الكورسبوندنج بت بتتسد. فهو بيقول لك this unit stores the interrupt requests generated by peripheral devices. we know ان هو has 8 interrupt requests bins, so it can store 8 interrupt requests that are requesting the service from processor. هنبتدي نشوف امتى بيحصل له clearing يعني وامتى لا. في لوجيك تاني اسمه priority resolver، ده البلوك المسؤول عن ان هو يشوف
مين اللي عنده highest priority ويتنفذ لما يحصل أكتر من interrupt، أو زي ما قلنا لو مثلا في IO device عمل interrupt وفي واحد already in a progress بيحصل له serving from CPU، which one has the highest priority؟ ف I need to know and by following process معينة أبتدي أشوف أنا هنفذ ال highest priority دي إزاي. هو logic unit decides among all interrupt requests present in IR which holds the highest priority and needs to be executed first. تمام؟ فقالك suppose إن at the time of serving an interrupt another incoming interrupt جه و generated request. فقالك request ده will be ignored لو ال interrupt on service اللي CPU بينفذها عنده highest priority. But in case لو ال incoming interrupt عنده greater priority than ال being in current execution هيضطر ان احنا هنهولده هنوقفه وننفذ ال ايه اللي عنده ال highest priority. تمام؟ قالك in service register اللي هو ده بقى in service register ده اللي فيه برضه ال bits ال corresponding لل interrupts بتتسق، يعني ال bit بتتسق واحد ال corresponding interrupt اللي هاخده وهنفذه لل CPU. يعني ده كأنه بي reflect ال status which one is in service دلوقتي، which one ال CPU بيعملها serving دلوقتي، which one دي لازم ال bit ال corresponding لل interrupt. يعني لو interrupt مثلا IR0 هو اللي عمل ال request يبقى bit 0 هي اللي هتتست في ال ISR، بتثبت أصلا بواحد وانس انها خلص خلاص بترجع تاني صفر. فقالك this register stores the interrupt which are currently being executed by processor. The priority resolver sets each bit of ISR and after getting interrupt word command by processor the bits get reset as the processor holds the ability to directly read the status of inside the session. يعني بعد ما بيخلص يعني ال priority resolver أول ما بتشوف ال interrupt request وخلاص ظبطت ال هتعرف مين هتنفذ مين، هتبتدي تشوف ال corresponding bit في ال ISR وتسدها. الفكرة إن ال corresponding bit دي هتتصفر إمتى، هي دي بقى في ده الشيء بيبقى فيها more details أكتر، بس هو بيقولك ممكن إنها تتعملها reset once إن ال processor ابتدى ينفذ ال إيه الكوماند ده او لما يخلصه. طيب قالك في حاجة اسمها في ريجستر اسمه interrupt mask register، ده ريجستر فيه برضو bits corresponding للinterrupts. ده لو انت حطيت فيه ال corresponding bit لو مثلا نفترض IR7 فانت حطيت في bit 7-1، ده معناه ان انت بتقول اي ريكوست هيجيلي من IR7 انا هماسكه مش هحطه في اعتباري. فهو بيقول لك register the holds the masking bits of those interrupts which are to be masked. فبالتالي لما انت بيجيلك interrupt من الناحية دي انت for sure هت neglect او هت ignore ال requests اللي جاية منه. طب ده بيتثبت ازاي؟ قالك بيتثبت في ال configuration عن طريق حاجة اسمها operation command word، وده هنشوفه في الداتشيت ان شاء الله. من خلاله انت بتثبت ال masking يعني configuration. تمام؟ طيب just note يعني واحنا بنتكلم على حتة ال masking، انا لما عاوز مثلا وانا ب implement في ال verilog بتاعتي اللوجيك اللي مسؤول على الماسكينج هعمل حاجة زي كده ازاي؟ بمعنى انا مثلا عندي 8 بيتس في الماسك ماسك ريجستر، نفترض مثلا هو 1 1 0 0 0 0 0 0، ده معناه ان انت هتحجب لي الريكوستس اللي بتجيلي على IR7 وهنا IR6 والباقي عادي. انا ممكن في الامبلمنتيشن بتاع الفيريلوج بتاعي بدل ما اقعد اعمل اف كونديشن على بيت 7 هل هي بواحد او بيت او بيت 7 او بيت 6 هل هي بواحد، بعدين اتشيك على كل بيت. يعني دي نوت انت كده بتعمل بتحط ماسكس وممكن يكون يبقى كاسكيدد ماسكس وده بيعمل بيكبر في الاريا بتاعتك
وملهاش لازمة. إن أنت ممكن تحول القصة دي كلها لأند وأور. إزاي؟ لأن أنت تجيب الداتا بتاعت الماسك دي وتجيب مثلا في الانتربت اللي داخلالك هنا، وانت عايز تشوف انهي انتربت اللي هتسيرفه انهي انتربت لأ. مثلا انت بكل بساطة انت ممكن تعمل الداتا دي اندنج النوت بتاع الماسك، فانت هتعمل النوت بتاع الماسك ده، فكل الوحيد هيبقى صفار وكل الصفار هيبقى بواحد، وتأنده مع الداتا، فالانتربت اللي المفروض تتحجب هتتأند مع الزيرو، هتبقى زيرو مش هتتنفس. فما دي حاجة بره يعني التوبيك بتاع اللوجيك، يعني دي حاجة في الامبلمنتيشن كفيري لوج. فانت ممكن تستخدم الطريقة دي بيسموها ماسكينج، تمام؟ ودي مشهورة قوي في الامبيدد، حتى هتلاقوا ان احنا دايما بنعمل الاندنج والاورينج عشان نماسك بنز معينة ناخد منها الداتا، وفي بنز ما ناخدش منها الداتا، فبنستخدم الاند والاور، تمام؟ ممكن انت لو عايز تخلص ال operations بتاعتك في one line ممكن تعمل and not or مع مثلا ال data ending مع حاجة تانية مثلا filter أو whatever. okay دي just بس ايه note. هل عندك سؤال فيها؟ مفهومة؟ يعني أنا I hope اللي أنا أشوف في الكود انتوا عاملين حاجات زي كده، ان انتوا تستخدموا ال operators اللي احنا خدناها في ال verilog من ناحية ال concatenation، ناحية ال replication، من ناحية ال reduction operator، الحاجات دي كلها، يبقى يا ريت. اوكي في برضه بلوك تاني اسمه ال cascaded او ال buffer او ال comparator. ده بي already بي act as previously mentioned، ان انت if you need to expand ان انت تسيرف اكتر من 8 interrupts you can use a cascading operation. cascading operation ده هو بتقول ان انا ه enable ان ال interrupt control ده يبقى متوصل ب interrupt controller تاني، بس somehow ليها برضو طريقة ان انت ازاي تخلي ان ال address او ال vector يطلع من البلوك التاني. يعني في واحد منهم هي act as a master، واحد منهم هي act as a slave، والماستر هو اللي يبعت الريكوست والسليف هو اللي يطلع الداتا على الباص، ودي رسمته موجوده في الداتا شيت. مين يعني ايه ماستر يعني ايه سليف؟ ماستر ده is the one who initiate the transaction، هو اللي بيبتدي transaction، هو اللي بيبعت الريكوست. سليف ده هو اللي بيرد، عشان كده دايما تلاقوا الترمينولوجي دي مستخدمه ماستر اند سليف. ماستر ده هو always initiate، slave who is always respond. Okay. باشمهندس بقى كده ال interrupt controller اللي جنب ال processor وصل على طول هو اللي هيبقى ال slave ولا master؟ الاتنين واصلين على ال database، يعني احنا هنشوفها في ال data sheet. الاتنين واصلين، واحد منه هو اللي هيبعت لما يحصل request، هيبعت لل CPU وهيبعت لل slave. اوكي وبعد كده لما يجي interrupt acknowledge من CPU، ال interrupt acknowledge متوصله بالسليف، فالسليف اول ما يشوف ال interrupt acknowledge ويكون شايف ال interrupt request جاي من الماستر interrupt controller، هيروح حاطط الداتا على الباص. يعني هي حتى رسمها لك في الداتا شيت في الاخر خالص، تلاقي اخر pages في الداتا شيت رسم لك الماستر والسليف وتوصيلاتهم على الباص. هو بيقول لك it permits the operation system in two modes master mode and slave mode، على حسب طبعا انت بتكونفيجر ال PLC ده ال controller ده is a master ولا is a slave، ده كله في الكونفيجريشن. يعني فهو بيقول لك لو انت تمام بيقول لك in a master mode of operation it acts as a cascading buffer. كاسكيدد بافر يعني في حاجة تانية متوصلة وبيكاسكيد ليها الانفو يعني او الريكوست يعني. لكن ان سليف مود ده بيأز از كومباريتور، يعني انا لو انا بعت لك الاي دي او الانتربت ريكوست وهبعت لك كمان الاي دي which one I want الانتربت منه، فانت هتكمبير الاي دي ده وتعرف انت عند انهي
أنهي فيكتور هتحطه على الباص؟ تمام. معلش اخر تاني الحتة دي تانية مش مهم. أوكي، هي دي كده كده يعني ممكن اتطرق لها في الداتا شيت. هو الفكره لو انا كانتربت كنترولر باكت از سليف، بيقولك الجزء ده بياكت از كومباريتور. بمعنى ايه؟ ان الماستر بيحط عليه، خلي بالك ده ان اوت، هو بيحط عليه الاي دي، يعني which interrupt او which vector انا عايزك تحطه، تمام. فهو بيكمبير عنده عنده هل ال interrupts ديت موجودة ولا المتوصلة على الديفايسز اللي عنده موجودة ولا لا. لو موجودة it's okay، هيحط الفيكتور بتاع subroutine بتاع ال interrupt ده، عشان كده هو بيأكت as a comparator يعني. ايه تاني معلومة مهمة؟ كل ده التفاصيل بتاعتهم في الداتا شيت، احنا هنقراها واحدة واحدة يعني. ماشي، انا افضل ان انا افتح داتا شيت دلوقتي يعني واعملها شير ونشوف الدنيا كده، نحاول نفهمها. هي باي ذا واي ميزة البروجكتس دي مش بس يعني مش بس اللي انت ازاي تكتب فيريلوج، هي اكشلي مش الهدف من الفيريلوج اتول يعني. الفيريلوج اتس اتول، هو الهدف اللي انت تقرا الداتا شيت، تفهم السيستم بتاعك، وتحط suitable design. وبعد كده سهل قوي من بعد ما تحط suitable design وتعرف انت هت implement ايه، سهل ان انت تحوله ل verilog. هي الفكرة، الصعوبة كلها في الموديلنج بتاع الهاردوير، ازاي موديل هاردوير. و it's a very يعني skill اللي انت تفهم داتا شيت، سواء بقى انت هتكون embedded engineer او digital engineer او hardware engineer. you need to have a skill for reading the data sheet، لان نفس الكلام اللي احنا بنقوله ده بيتكتب ك embedded C. لو في ال embedded course احنا بن configure registers، الكلام ده هو نفس الكلام بيحصل بالظبط هنا. اوكي، هو ده ال بس حد يكونفيرم عليا ان ال data sheet باينالكوا اللي هو ال PDF. باين تمام. طبعا مديك شكل الكنترولر بيبقى ازاي، لو خدت بالك هتلاقي البنات المتوصله بالكنترولر اللي هو الفي سي سي اللي هو الباور، شويه البنات اللي قلنا عليها الاي زيرو، ودي هنشوف استخدام الاي زيرو ده بيساعد في الادريسنج. الانتربت اكنولوجي اللي بيجي من السي بي يو بيبقى متوصل بالسي بي يو. ادي من الاي ار زيرو للاي ار 7 المتوصلين بالاي او ديفايسز، الانيبل او الاس بي السنجل او الانيبل سيجنال، الكاسكيدنج سيجنالز اللي هو كيس من 0 1 ل 2، الجراوند سيجنالز، وادي الداتا باس اللي هو من دي 0 لدي 7، هم 7 بيتس اللي بيتحط عليهم الادرس او الفيكتور، وشويه سيجنالز بتهندل الريد رايت لوجيك اللي هو تشيف سيلكت والرايت والريد. فده ملحوظه لما يبين لك ده كده، لما يديك الرسمه دي معناه ان هو بيوريك الانترفيس. يعني انا لما اجي اعمل الفيري لوج موديول بتاعي، لما باجي اعمل التوب موديول، التوب موديول لازم يكون فيه السيجنالز دي. بغض النظر بقى ان انت مش لازم، عشان احنا بنموديل مش لازم تحط مثلا الفي سي سي وجراوند خط مفهومه، بس لازم تحط السيجنالز دي، لا تزود ولا تقلل. فيكون عندك داتا شيت وعندك دايجرام وبيقول لك البلوك ده الانترفيسز بتاعتها دي، يبقى لازم ترفلكت اكزاكتلي ذا سيم سيجنالز. لا تزود من عندك فلاج، عايز تستخدم فلاجز اتس انترنالي ان يور كود يوز ات، بس يوز ذم بس، لكن ما تزودش من الانترفيسز. عشان كده هما بيحطوا ستاندرد، ستاندرد ده يعني انت لازم تكومبلاي معاه، لازم تمشي معاه وتبقى ستاندردايز، عشان ما تبيع البرودكت بتاعك للكاستمر هم اكسبكتن يلاقي نفس الانترفيسز دي، عشان يعرف يكونكتها مع البروسيسور بتاعه يعني، او المايكرو بروسيسور بتاعه او وات ايفر.
تمام، دي معلومه يعني على جنب. هو هنا بقى بيديك البلوك دايجرام، الشكل اللي احنا شرحنا عليه البلوكس بتاعتنا، اللي هو من جوه الشبايه دي من جوه عامله ازاي، متقسمه ازاي. هتلاقي ان في الداتا شيت هيبتدي يشرح لك السيجنال دي في حاجه اسمها سيجنال ديسكريبشن او البين ديسكريبشن. بيقول لك اسم السيجنال اللي انت شايفها في البلوك دايجرام، هي انبوت ولا اوتبوت، وتركيمها، وهي المفروض ان انت يعني طبعا من التركيم بتبقى فاهم هي كام بت. فهو مثلا قال لك التشيب سيلكت دي اتس 1 بت، هي انبوت داخله الاي ده يعني انبوت داخله للتشيب يعني، وبتقول انها بتاكت از لو يعني لما بتكون له يبقى ده كده it's enabled يعني. a low in this pin enables enables ان انت الانترابت كنترولر تتشيك الريد سيجنال والرايت سيجنال كوميونيكيشن between ال CPU والانترابت كنترولر. قال لك خلي بالك ال interrupt acknowledge functions are independent of chip select، يعني انت independent تماما على chip select دي enabled مش enabled، انت بتسيرف ال interrupt عادي. انما هي enable ده مش enable دي for read write logic، يعني انت بت enable اللي انت هيبقى فيه communication ما بينك وما بين ال CPU ولا لا. اللي بيعمل كده ال CPU، ال CPU لما بينزلها بزيرو ده معناه ان هو عايز يستارت communication معاك ك interrupt controller. ال WRD it's 1 bit، ال position بتاعها 2 يعني، بس هي it's 1 bit. It's برضو active low يعني لما تنزل بزيرو الترانزاكشن يعني بيبقى شغال. It's a low in this pin when chip select is low، ودي يحصل low ال interrupt controller يبتدي accept ال command اللي بيجي من CPU، يعني لما الاتنين يبقوا blue ال interrupt ال PLC أو ال interrupt controller يبتدي يشوف ال data اللي على ال data bus وياخدها من ال CPU. Okay؟ لما يحصل السيجنال دي، لما برضو chip select تبقى blue والread signal تبقى blue، يبتدي ال interrupt controller يريليز ال status data أو ال data بتاعته على ال data bus لل CPU عشان ال CPU يبتدي يقراها. يعني ده it's a kind of handshaking عشان ال interrupt controller يفهم امتى ياخد ال data وامتى يطلع ال data. فهو أول ما ال CPU بينزل ال chip select بزيرو لفترة ما، خلاص ال أنا ك interrupt controller هبتدي أدي الاهتمام أو ال attention لل WR وال read ال write وال read signals وأشوفهم هل هما بزيرو. لو واحد فيهم بزيرو يبقى لو write بزيرو يبقى أنا هفهم إن ال CPU حاطط data على الباص وأبتدي أخدها، لو ال read بزيرو هفهم إن أنا اللي هطلع ال data على الباص. أوكي طيب، كأنا ك interrupt controller يعني من دي 0 دي 7 ده احنا قلنا ان هو داتا بس 8 بيتس بيتحط، هو باي دايركشنال داتا. ليه باي دايركشنال؟ ان السي بي يو ممكن يحط الداتا من عنده او ان انا ك interrupt controller احط الداتا من عندي. فانا ك interrupt controller لو انا هكتب الكود بتاعها انا اكسبكت ان هو اكت از انبوت عشان باخد الداتا من السي بي يو، او اكسبكت ان انا اكت از اوتبوت عشان انا هطلع الداتا على السي بي يو. تمام، عشان كده بيسموها اي او باي دايركشنال بس. كنترول ستاتس و انتربت فيكتور انفورميشن از ترانسفيرد باي باس، الباس ده بيتحط عليه كنترول ستاتس والفيكتور. كنترول لما السي بي يو بيبعت كنترول داتا عشان يكونفيجر او يتحط عليه ستاتس، ستاتس ده من الانتربت كنترولر للسي بي يو، او الانتربت فيكتور اللي هو الادرس بتاع الفيكتور بس الانتربت سب روتين لما بيتحط من الانتربت ايه كنترولر. السيجنالز بتاعت الكاسكيدنج لاينز دي it's a input output، ان هي عشان على حسب انا كماستر هحط ال ID او انا سليف هرد عليه. ف it's lines form a private يعني bus ما بين multiple interrupt controllers بيبقوا متوصلين as a cascading. ف these pins are output for master، يعني لو انا ماستر انا هحط ال data عليه output او inputs for slave، او ان هو بي act as a input for slave.
ماشي. السيجنال دي بتأكت as enable أو slave program، فهي بيقولك إن دي dual functionality. لو أنت في البفر مود it can be used as output to control buffer transceivers، أو إن أنت لو أنت مش في البفر مود it used as input to design it master slave communication. يعني دي ممكن نبقى نشوف ال description، مش فاكرة التفاصيل بتاعتها to be honest. يعني أنا ممكن وإحنا ماشيين go through data sheet ممكن نشوف التفاصيل. إحنا لما هنموديل يعني إحنا هنموديل أغلبية ال features، بس some of features إذا are optional to be implemented، فدي هتتحدد ده في ال project description. بس الحاجة ال basics اللي أنا شرحتها دي for sure هتت implement. ال interrupt signal دي ال interrupt اللي هي بتبقى high لما بيكون في interrupt request، ودي بتبقى متوصلة لل CPU. ال IR من 0 IR 7 ده asynchronous inputs، يعني ايه asynchronous؟ يعني اي واحد فيهم بيتريجر لازم انفذ الكود بتاعي واشوف هاندل الانتربت بتاعه ازاي. انا اسيت الكورسبوندنج بتاعه في ال IRR، ابتدي اكومنيكيت مع ال priority resolver and so on، الفلو اللي احنا قلناه. يعني is executed by raising an IR input low to high and holding it high until it's acknowledged or just by high level on an IR input level triggered mode. هو بيقول لك يعني اللي بيحصل ان هو الاكزيك، يعني لما بيحصل interrupt لازم يكون من اللو للهاي. لو احنا في حالة ال edge triggering، لو في حالة ال يعني ال level triggering لازم ت keep it high till interrupt ان يحصل له serving. okay. ال interrupt acknowledge دي signal اللي بيحصل فيها acknowledge من ال CPU. ال A0 دي A0 ده it's a address line. This bin acts in conjunction with CS وال WR وال RD bin. من الآخر أنا دي كأنها flag زيادة، هو ال interrupt controller بيستخدمه عشان يحاول يشوف ال command اللي جايله ده command إيه. يعني هل هو command for initialization ولا command بكونفيجر فيها ال interrupt registers within ما أنا بأوبريت. لأن هو في two modes، أنا قبل ما أصلا enable interrupts لازم initialize أصلا ال interrupt controller، فده أول مود. التاني مود بقى إن أنا خلاص enabled ال interrupts، بس وأنا بـ enable ال interrupts وبسيرف وبعمل كل حاجة أنا عادي ممكن أكونفيجر ال registers اللي عندي، تمام؟ فده تو مودز. فاللي بيساعد في القصة دي هو A0 line، ده كانه an extra flag يعني مع الفلاجز اللي هو chip select وال RD وال WR عشان يدي cipher. دي cipher ده اللي هو يفك يعني الفيروس الفيروس كوماندز اللي بتجيله من ال CPU ويفهم الكوماند ده ايه. اوكي. هنا بقى ده الشرح بتاع ال interrupt controller in general، ال booling وال interrupts والكلام ده. ف يعني دي general knowledge، دي الحاجات اللي أنا قلتها لكم في ال slides اللي هو كل حاجة بي act as a ايه. ممكن نيجي عليهم بسرعة يعني سريعة كده. ال interrupt request اللي هو ال IRR وال ISR دول شوية register، دول اتنين registers فيهم بيهندلوا ال interrupts يعني اللي بتحصل. هو بيستور ال interrupt level which are requesting a service، ده ال IR. ال ISR زي ما قلنا ان هو بيحط ال which interrupt is in service. فالليلة دي بتحصل زي ما قلت لكم البيت اللي هي الكروسبوندنج الانترابت هي اللي بتتسد. ال priority resolver ده logic block بي determines priorities of these bits، وقلنا ان هو highest priority is selected مفيش مشكلة. وهو اللي برضو بي اوكي وهو اللي بي set
ال corresponding bit في ال ISR during receiving بتاع ال interrupt acknowledge pulse. احنا هنشوف يعني دلوقتي في الفلو ان في شوية pulses بتيجي من ال CPU عن طريق ال interrupt acknowledge. يعني ال CPU مش بيبعت pulse واحدة ان هو it's acknowledge، هو ممكن يبعت اتنين مرتين 2 pulses او 3 pulses. البلوك ده مش داخل له clock، فبالتالي عشان تسينكرونايز ما بين ال interrupt controller وال CPU انت محتاج pulses، محتاج يعني signal تقول لك الدنيا ادي اول pulse ادي تاني pulse. انت تبع يعني اول pulse تمام، تاني pulse بقى ابعت حط ال vector على ال address مثلا بعد تاني pulse. فال pulses دي بيستخدمها ال CPU عشان يسينك مع ال interrupt controller. اوكي، فانا هنشوف على حسب المايكرو بروسيسور اللي انا متوصله بيه. لو انا متوصله ب 80 86 انا بس ال CPU او المايكرو بروسيسور بيرد عليا 2 بولس. لو انا متوصله باللي هو 80 85 مثلا، لا بيرد عليا 3 بولس. فده الشيت بيبقى شارح لك which one and وازاي تكونفيجر انت هتبقى كونكتد بانهي مايكرو بروسيسور. ايه تاني؟ هو حتى هنا كتب لك ال interrupt signal بتاعت ال CPU هي designed انها compatible مع 8080 8085 او 8086 input level. دول microprocessor. ايه تاني؟ بيقول لك ال interrupt acknowledge ده دي pulses بتكوز ال interrupt controller اللي هو 8859 to release vector information على data bus على حسب أني أنهي pulse بريسيف ال first ولا second ولا third based على microprocessor اللي أنا متوصلة بيه، هبعت ال vector address على ال bus. احنا شرحنا ال data bus buffer. ال read write control logic احنا شرحناه already. It contains initialization command word registers and operation command word registers which store various control formats for device operations. This function block also allows system status of free transfer to database. ماشي. اوكي، نيجي بقى لل للسيكونس بس نشوف بس ال cascading buffer. قالك this function block stores and compares ال IDs بتاعت ال interrupt controller المستخدمة في السيستم. فهي بتستخدم as output لما بيكون ال interrupt controller الأولاني بي used as a master and input، ولما يكون متوصل بال لما يكون interrupt controller بي act as a slave. عشان كده بيسموها IO bins يعني على حسب ال configuration بتاع ال interrupt controller انت master ولا slave. فلو هو master هو بيسند ال ID بتاع ال interrupting slave device على ال lines دي، وال slave بقى بيبتدي select يسلكت ال address based على ال ID ده، هيبتدي يحط ال address أو ال vector على ال database زي ما شرحناه. تمام؟ based على بعد كام pulse، هل ال 2 pulse يعني بعد ال second pulse لو أنا بتعامل مع 8086 ولا ال third pulse لو أنا بتعامل مع 8085. اوكي؟ نبتدي بقى نشوف ال interrupt sequence. هو هنا شرح لك ال interrupt sequence. خلي بالك في الداتا شيت هو هنا حاطط لك الانتربت سيكونس لو انت بتتعامل مع مايكرو بروسيسور 80 او 85 عشان ده فيه 3 باسز، لكن لو انت بتتعامل مع 86 احنا هننط على طول على بوينت 4. فنشوف كده البوينتس بتقول ايه. بيقول لك اللي احنا شرحناه اللي هو لو انتربت ريكوست لاينز في واحد منهم من لو لهاي حصل، يعني اتس ريزد هاي، لو انا في الـ edge triggering mode يعني
ساعتها انا evaluate ال request ده و هسند interrupt to CPU if appropriate، اللي هو لو هو عنده highest priority CPU هي acknowledge ال interrupt ده و respond with interrupt acknowledge pulse. Upon receiving an interrupt acknowledge pulse من CPU group، ال highest priority ISR bit is set. أنا هست ال corresponding bit لل interrupt أول ما يجيلي ال acknowledge الأولى، وال corresponding IR bit is reset. يعني إيه؟ لو تفتكر إحنا عندنا اتنين register، واحد register اسمه IRR اللي هو بيتست، عبارة عن شوية bits كده، sorry أصفار، ماشي، بيبقوا متصفرين في الأول، لا، وكل واحد ليه corresponding IR، أوكي؟ نفترض إن IR 7 اللي عمل ال request، فإحنا قلنا إن هو أول ما بيحصل request زي ما بكون كده بخزن معلومة إن إيه IR 7 ده عمل request، تمام؟ فبشوف ال priority، لو ال priority ال interrupt in service أقل من IR 7 او مفيش اصلا، ساعتها هاخده هبعت interrupt ال CPU، CPU هيرد عليا ب acknowledge pulse الاولى. ساعتها انا هاجي في ده اللي هنا ال register اللي هو IRR، اوكي، ساعتها انا هاجي بقى في register اللي هو ISR، بعد ما بيجي لي ال acknowledge من ال CPU ان ال CPU كان execute interrupt reserve ال interrupt، ساعتها انا هست ال corresponding ليها وهنا هصفرها. طب ليه بصفرها؟ عشان لو في interrupt تاني، يعني لو في نفس ال device ده طلب interrupt تاني، أو لو هو ما طلبش وفي devices تانية طلبت interrupt تاني أقل في ال priority منها، أنا أبتدي أبص عليها وأنفذها، لأن أنا لو ما عملتش clearing أنا كده stuck دايما لل interrupt ده. لو ال interrupt ده نفترض يعني لو كان عنده ال highest priority أنا كده هستقى على طول ليه، فلازم أصفره، أوكي؟ دي لازم تبقوا واخدين بالكم منها في الفلو وانت بتimplement. انا في حالة 8086 والinitiate في حالته، يعني ده microprocessor هيinitiate second interrupt acknowledge pulse. during this pulse بقى الinterrupt controller هيrelease ال 8 pointer on data bus. ال 8 pointer ده المقصود بيه الفيكتور او الادرس بتاع subroutine على interrupt subroutine، okay، which is read by CPU. فيبقى الفلو كده ايه اللي بيحصل؟ انا بعمل interrupt في ال IR ال corresponding bit هتتست، بعد كده هسولف ال priority، priority تمام اللي هسولف ال interrupt ده، ببعت ال interrupt to CPU، CPU هيبعت اول pulse interrupt acknowledge اول pulse ليا. اول ما بيبعت لي اول pulse انا هست ال ISR بواحد، ال corresponding bit لل IR ده هسيبته بواحد وهكلير ال corresponding bit ليه في ال IRR. بعد كده هستنى ال second pulse، أول ما ال second pulse بتتبعت لي أنا هسيت ال إيه، هحط ال vector أو ال address على ال data bus. ده في حالة 8086. طب لو أنا في حالة 85 أو 80 قالك لازم قالك في flow مختلف شوية أنا هفهمها لكو، بس it's an optional اللي أنت تسبورت الثلاثة سايكل اوبشن، يعني بونص، تمام. طبعا التيمز اللي بتعمل احسن ديزاين وبتعمل اكتر فيتشرز هما اللي بيبقى ليهم بوينتس اكتر، ان هو غير البونص كدرجات يعني هو بيبقى ليهم ان هما يكسبوا يعني. مهم، ابونا سيفينج انتربت اكنولوج في سي بي يو اول واحده الهايست بريورتي بتتست. خلي بالك الفلو ده مختلف عن الفلو بتاع 8086، بتتست ال corresponding IR bit is reset ده تمام. بعد كده بيحصل ان ال interrupt controller بيحط instruction code على الباص، بتبقى ثابته، ده كود ثابت او باترن ثابت بيتحط على الباص، السي بي يو بيبقى فاهمه، تمام. بعد كده المايكرو بروسيسور او السي بي يو بينيشيت تو مور باسز، يعني التوتال ثلاثة، تمام، to be send على to be send لل micro controller sorry ال interrupt controller أسفة. فبالنسبة لل passes دي بت allow ال interrupt controller to release ال address بتاع subroutine اللي هو ال 8 bits،
في التو كولز دي او في التو انتربت بالسز، بمعنى انا اول واحد انتربت بالس، اول واحد سي بي يو بعته، الانتربت كنترولر هيحط سيرتين انستراكشن كود على الباص. بعد كده هيروح باعت واحد تاني، هيبتدي الانتربت كنترولر يحط الادرس عنده بيبقى 16 بت، هيحط الليست 8 بيتس الاول، بعد كده مع الثيرد بالس هيحط الهايست 8 بيتس الادرس على الباص. فده الفرق ما بينه وما بين 80 86، ان الادرس اتباعت على 2 بالسز تانيين، مع فالتوتال بيبقى 3 بالسز. فبس ده بيكمبليت ال 3 بايت كول انستراكشن مع 80 85. تمام. قال لك بس ملحوظة، امتى ال ISR bit بتتصفر؟ يعني انا دلوقتي ال interrupt ال CPU خلاص خده وبينفذه خلاص، امتى ال corresponding bit في ال ISR يحصل لها reset؟ حد عنده معلومة او يتوقع؟ يعني المنطقي ان انا اصفرها امتى؟ بعد ما اتبعت الادرس و تمام. هو ممكن اقول ايه، ان بعد ما الترانزاكشن دي تخلص كلها، ففي حاجه اسمها اوتوماتيك اند اوف انتربت تقريبا، اللي هو اي اي او مود. لو انا في المود ده هي بتتصفر على طول بعد الباص الاخيره، لكن لو انا في المانيوال مود استنى الكوماند اللي هو appropriate كوماند اسمه اي او اي، اللي هو تقريبا اند اوف انتربت كوماند. اول ما يجي لي الكوماند ده انا اعرف خلاص ان هصفر الايه الكروسبوندينج بت، تمام، اللي هو اللي في الاي اس ار. ليه بصفر؟ شيء منطقي ان انا لازم لما اخلص انتربت واعمل له سيرفنج لازم اصفر كل الكروسبوندينج بت بتاعتي عشان استقبل نيو انتربت. قد يكون النيو انتربت ده from the same interrupt، عشان اعرف اريكونايز ان it's a new interrupt request. لو ما صفرتش انا كده مش هريكونايز ان ده it's a new interrupt request. بلس ان انا اخلي الانتربت كنترول دايما stuck ان هو يسيرف دايما the highest priority interrupt لو initiated اول مرة وهو عنده highest priority، دايما اخلي ال interrupt controller stuck انه ينفذه وي neglect اي حاجة تانية. فلازم ما يخلص لازم اصفر كل حاجة. باشمهندس، ممكن أسأل سؤال ملوش علاقة؟ اتفضل. هو الـ assignment أعدله، لأن إحنا لما كنا عاملين الـ ALU كان بايظ خالص، عشان كانت أول lecture، ففي حاجات كتيرة، في مشاكل كتيرة يعني. عدل عدل. انا بس كنت عملت دي انا نقراها كده سوا. انا كما بيكون الانترابت كنترول بيريسيف انترابت، الانترابت becomes active and interrupt acknowledge cycle is started if high priority interrupt occurs between two interrupt pulses on. بيقولك خلي بالك، نفترض ان في interrupt حصل، وانا ايه انت الليله دي كلها فيها بروسيس، يعني انا انتربت اتعمل، هبعت انتربت للسي بي يو وهستنى الانتربت اكنولج بتاعت السي بي يو. خلي بالك ان هو بيبعت على كذا مرحله، يعني يا 2 بالسز يا 3 بالس زي ما شفناها على حسب المايكرو بروسيسور. افرض بقى، افرض وزن ال 2 بالسز دي جالي انتربت ريكويست تاني، فقال لك لو انتربت لاين، قال لك لو انت جالك if a higher priority interrupt occurs between interrupt acknowledged pulses the interrupt line goes inactive immediately. يعني انا ما خلهوش مرفوع بقى، هخليه inactive، تمام، واستنى شوية واروح signify interrupt تاني لل CPU. CPU هيعرف كده ان هو هيلوز السينكرونايز معايا، تمام، وهيبتدي يعرف ان ده it's a new request. قالك ال inactive time اللي انت بتخلي ال interrupt it's an inactive عشان ال CPU يلوز ال synchronization معايا عشان ابتدي new بقى request higher priority interrupt عايز اسيرفه بقى. فقالك ال inactive time ده is not specified and can be vary between parts. فدي متروكة لكم، انت شوف انت عايز تستنى قد ايه، ممكن تعمل counter مع internal clock مثلا، تستنى شوية كده وتروح ايه عامل ال تروح عامل اكتف للانتربت. يعني
طبعا السيناريوز دي اللي موجودة كده كده احنا قلنا في حاجات تبقى كفر، في حاجات تتسأل اوبشنال، دي حاجات أساسية لازم تتعمل. يعني ده أساسا أصلا الانتربت كنترولر ان هو يهندل الانتربت ريكوست كده، فلازم دي تتعمل. اوكي الامبلمنتيشن بتاعك متروك ليك، بس لو سمحت ما تستخدمش حاجة not sensible، يعني ما تستخدمش الويت أو الديليز بتاعت التايم عشان تعمل حاجة زي كده. لا دور على alternatives تانية، alternating methods تانية اللي انت تعملها، عن طريق ان انت تعمل generate internal clock او تعمل عليها counter او internal counter يبعت الحاجة دي. مثلا عندك بقى طرق مختلفة للimplementation حسب انت اللي يجي في دماغك واعمله، مفيش مشكلة، بس don't use not sensible syntax. باشمهندس، هو يعني عشان ما بقاش فيه، يعني طبيعي ان الانتربت ده بيبقى مرفوع على طول لغاية بقى لما الاند اوف كونفرجن يحصل، لكن لو نزل في النص يبقى كده في انتربت تاني higher اه priority. كده كأنه inactive. انت ممكن تعمل ال inactive ده high impedance، ممكن تعمله ترجعه للأصل بتاعه اللي هو ال default بتاعه، يعني اللي هو الزيرو. فهو ما حددش ال inactive ده ايه، فانت ممكن تعملها كده وممكن تعملها كده. ال high impedance بتتحول في السنسز اللي اعتقد على حسب التول، بس غالبا في السنسز هتتحول على حسب ممكن زيرو، يعني على حسب التول يعني. فانت ممكن عشان نبقى مثلا موحدين ال inactive ده ترجعه للديفولت اللي هو الزيرو. ايه تاني بقى؟ ده في حالة اللي هو المايكرو بروسيسور 80 85. انتوا الدكتور قال احنا هنتعامل مع 80 86، فده يعني ده بيشرح لك الباترن بتاعه، البيتس بتاعته بتتبعت ازاي والكلام ده. وده ولا ده باترن يعني بيتحط على الباص. اوكي انا دي هرجع لها، بس يعني actually شرحها تحت. هو دايما يحط لك الصور والحاجة فوق وتلاقي بعد كده الشرح تحت، فانت بتقرا الداتا شيت حاجة ما فهمتهاش ما تقفش، كمل قراية لان انت هتلاقي شرحها تحت، وهتلاقي ان ممكن الكورسبوندنج ليها في حتة تانية. ودي يعني دي اسوأ حاجة في الداتا شيت، هي دي تعتبر simplest داتا شيت، يعني من الداتا شيت السيمبل. في داتا شيت تانية حرفيا 200 وشوية او 300 صفحة، والفيتشر الواحدة متنطورة كإمبلمنتيشن، متنطورة في حتت كتير، عشان تجمع فيتشر واحدة لازم تقرا الداتا شيت كلها تقريبا، فهي صعبة. فدي تعتبر داتا شيت لطيفة، بس زي ما بقولك لو في حاجة مش فاهمة حاول تكمل للآخر عشان تحاول تجمعها، هتلاقي ان هو بيريفير وبيشرحها تحت. اوكي فانا هرجع لها تاني، كده كده هو هيشرحها تحت فانا هنرجع لها تاني يعني. اوكي بالنسبة لتمانين ستة وتمانين أنا عايزة configure، هو عايز يبعت configuration عشان configure ال interrupt controller. هو بيقول لك ايه بقى؟ قالك أولا في حالة 86 only two interrupt acknowledge cycles بيبقوا موجودين، فكده المعلومة دي redundant. no call of code يعني ما فيش الباترن اللي بيتباعت في 80 أو 85 microprocessor، الباترن ده ما بيتباعتش. اوكي عشان كده هو بيستخدمه 2 pulses only مش 3. بيقول لك بقى ايه؟ بيقول لك ال first interrupt acknowledge لما بيجيلي يعني it's internally freeze the state بتاعت ال interrupts for priority resolution والكاسكيد والكلام ده. it doesn't issue any data on to processor and leave its data was disabled. ماشي اوكي يعني دي external info يعني extra info. بالنسبة بقى ال configuration بتاعت ال controller بتاع ال interrupt controller، قالك في نوعين. النوع الأولاني اسمه initialization command words، والنوع التاني اسمه operation command words. فهتلاقي في خلال ال data sheet هو بيستخدم ال abbreviation اللي هو ICWS.
ده لازم يتعمل الاول قبل enabling اصلا ان انا اريسيف انترابت مبدئيا كده. فهو بيقولك before normal operation can begin لازم ال system must be brought to starting point اللي هو ال initialization يعني by sequence of 2 to 4 bytes timed by WR pulses. يعني انا ممكن هبعت لك اقل حاجة 2 bytes، اكتر حاجة 4 bytes هبعتهم لك، وهو بيحصلهم controlling عن طريق ال WR. ال WR مين اللي بيكونترولها؟ ال CPU، لأن ال CPU هو اللي عايز يكتب في ال interrupt controller، عايز يكونفيجر ال interrupt controller، فهو بيكتب ال values دي بتتسايف عند ال interrupt controller في internal register، بيحط ال configuration عشان بيتشيك كل شوية ال configuration، وبناء ال configuration ده بيبتدي act. على سبيل المثال مثلا اللي أنا متوصلة بأنهي مايكرو بروسيسور، 86 ولا 85 ولا 80؟ لازم اعرف عشان اعرف انا هستقبل 2 pulses ولا 3 pulses. فحاجه زي كده لازم ايه يحصل لها configuration. فالسي بي يو هيبعت الكوماندز دي، اقل حاجه 2 بايتس، اكتر حاجه 4 بايتس. احنا قلنا الباص 8 بيتس، 8 بيتس يعني 1 بايت، فهو هيبعت 1 بايت ثم تاني بايت ويقف، او يبعت 3 بايتس او 4 بايتس. اوكي، الاوبريشن كوماند فورس دي كوماند فورس يعني بتتعمل during عادي الاوبريشن بتاعت الانتربت، عادي بتتحكم في الانتربت مود، هل انا fully nested mode, rotating priority mode, special mask mode ولا bold mode. bold mode وال bold mode ده most probably will be optional feature as supported. اوكي، مش عايز خلاص. انا ممكن اجو through بسرعه كده ال special mask mode وال rotating priority mode اشرحه لكم. هو ده بيغير يا باشمهندس البلوك بتاع البريوريتي، يعني ال priority level يعني هيغير في بلوك احنا كنا عاملين ازاي بهندل البريوريتي ده المدة اللي هيغير فيه يعني. انا كده كده هشرح priority دلوقتي لما اقعد ليها. هي اصلا fixed priority، بس في feature زيادة بيسمح ان انت تقدر تغير ال priority level عشان مش دايما ت neglect other devices ودايما ت stuck ل highest interrupt انت تسيرفها على طول. فممكن في النص ن configure it. طيب مبدئيا كده عشان نقول، هو هتلاقي data sheet، ال data sheet بتشرح لك الفلو بتاع الكونفيجريشن. الفلو بتاع الكونفيجريشن ده لازم تبعت حاجة الأول ثم التاني ثم لو ثم التالت أو الرابع لو أنت عايز تسبورتهم التالت والرابع. أول حاجة هو عايز يقشوا حاجة اسمها ICW1 اللي هو Initialization Command Word 1. يبعتها ازاي؟ قال لك لما تلاقي انت كانترنت كنترولر، لما تلاقي ال A0 اللي هو ال extra flag لو تفتكروا اللي هو بيستخدموه ك address مع ال chip select وال RD وال WR، لما تلاقي ال AW0 و D4 ده بوان، D4 ده signal من ال signals بتاعت ال data bus اللي هو D4 بوان، يبقى ده it's interpreted as initialization command. يبقى ساعتها ال interrupt controller يعرف يبقى ال CPU كده عايز يعمل ايه؟ يعمل اسمه ايه ده initialization. يبقى اول حاجه لازم الشيب سيلكت تبقى بزيرو، بعد كده الدبليو ار بيبقى بزيرو. فساعتها اول ما اشوف الاثنين بزيرو هبص على الباص واخد الداتا اللي على الباص. لما الاقي ال A0 بزيرو والD4 دي سيجنال على الداتا باص، الاقي الفاليو بتاعتها بواحد، ساعتها اعرف ان اللي مبعوت لي ده ICW1. اوكي، ف ICW1 ده start initialization sequence during اللي بيحصل يعني. عايز اقولها لكم بطريقه مبسطه. بصوا اهو، هو هنا حاطط لك الشكل بتاع الاي سي دبليو لما بيتبعت على الباص.
هتلاقي ان هو لما دايما دي بواحد والاي زيرو دي بصفر، يبقى انا هاخد من دي زيرو لدي سبعة هعمل initialization لل interrupt controller. يعني ايه انت اعمل initialization؟ اشوف ال values بقى اللي جاية لي هنا. انت طبعا حسب ال implementation بتاعك انت عايز تخزنهم في internal registers عندك، يعني هو ده المفروض يعني بيحصل. it's okay. المفروض ان انا بشوف بت بت، شوف مثلا بت زيرو دي بيسموها IC4. دي هنشوف يعني IC4 دي معناها ايه. لو هي بواحد معناها ان انا مش هكتفي بالانيشاليزيشن بتاع السيستم بتاعي باتنين بايتس، لا ده انا هكمل لغاية ما اوصل لاربعة بايتس. عشان كده بيسموها IC4، يعني انا هستنى ICW3 and ICW4 عشان اعمل انيشاليزيشن للسيستم بتاعي. يبقى هستلم 4 بايتس مش هستلم 2 بايتس بس على الباص لو هي بواحد. تمام، عشان كده انت محتاج في السيستم بتاعك يبقى عندك بلوك بيعمل ديكودنج للكوماند اللي بيجي لك ده. البت التانية دي بتقول لك اتس سنجل ولا كاسكيدنج. يعني ايه سنجل؟ يعني انا بس انتربت كنترولر واحد بس ولا كاسكيدد، انا عندي اكتر من انتربت كنترولر متوصلين ببعض. اوكي. الادرس الكول ادرس انترفال دي هنبقى يعني نشرحها، انترفال اوف 4 ولا انترفال اوف 8. اوكي، يعني الادرس بتاعي ده انترفال 4، يعني الداتا اللي عندي في الميموري انا بادرسها هي محطوطه ان 4 بايت ولا ان 8 بايتس او 8 لوكيشن. يعني دي هنقراه ونفهمه اكتر، اللي هو الانترفال ده. احنا قلنا واحد البيت الثالثه اسمها LTIM، دي level triggered mode. يعني انا واحد انا هستخدم على الليفل على الليفل تريجر ولا صفر على الايدج تريجر. you know what is difference between edge and level؟ الايدج ده اللي هو انا بكابتشر لحظه التشينج ما بين الايدجز، يعني من واحد لكده انا بكابتشر ده اللحظه دي. الانترفال طول ما انا مثلا واحد انا هفضل اكزيكيوت، اول ما انزل وابقى بصفر مثلا مش هاكزيكيوت، ده الليفل. فده اللي بيكونفيجر انا هاكت على ايه، ايدج ولا ليفل في الانتربت بتاعي. الانتربت اول ما يحصل ايدج، يعني لو انا ايدج مود اول ما يحصل من زيرو لواحد بقى خلاص انا ديتكتد ده، بعد كده الانتربت ينزل تاني خلاص مش مشكله، ولا لازم الانتربت ليفل اللي هو الاي ار لازم يكون على طول بواحد عشان على طول اقول للانتربت كنترول انا ستيل اي وانت تو ريكويست لغاية ما الفلو يخلص. هي دي بقى الفكرة. يعني البيتس اللي هي من 5 لـ 7 ديت اللي بتقولي الفيكتور ادرس بتاعي ايه. يعني هي بتديني انا هستارت من ايه، هستارت مثلا من 0 من 1 من 2، ده البيز ادرس بتاعي. وخلي بالك انا بسيرف 8 انتربتس، فانت عد بقى كاونتر. يعني لو IR1 يبقى البيز ادرس بلس الكاونتر. اوكي، اللي هو الكورسبوندينج فيكتور. يعني راح فين بس هتلاقي، يعني ده هتلاقي هو بقى طبعا حاطط لك شكل الكوماندز كل بت بتعمل فانكشناليتي ايه. بس انا قلت اوريها لكم الاول عشان بس تبقوا مستوعبين الاي سي دبليو 1 ده بيعمل ايه. يعني دي الانترفالز اللي هي الثمانية والاربعة، فنبقى نجيلها ان شاء الله. بس ايه هو بيشرحها عشان انا نسيت جزء منها كده واحنا بنقراها. هو بيقول لك بقى اول ما بيحصل initialization وال ICW ده بيتبعت طبعا على حسب ال configuration انت بت initialize، هل هو edge sense ولا interface sense السيركت بتاعتك. اول ما بيحصل IDCW by default الريجستر اللي هو IMR اللي هو interrupt mask register لازم يكون cleared يتصفر. تمام، البيروريتي بتتثبت ان IR7 ده بيبقى هو الليست بيروريتي. تمام، السليف مود برضو ادرس بيتثبت السبعة. يعني لو انت كاسكيدد انت بتخلي الانذر انتربت ده ليست بيروريتي لغايه ما يحصل كونفيجريشن تانية، يعني بيبقى متوصل على ادرس سبعة، يعني متوصل على IR7.
اللي هو السليب مود ده. السبيشال ماسك مود is cleared، والستاتس ريد is set to IR، يعني لما يحصل ريد كوماند على طول ببقى متوقع ان انت عايز تقرا ال IRR register. اي حاجة بتتست للديفولت، فهو بيقولك الديفولت بتاعها يعني. وقالك لو انت لقيت ال IC4، لو تفتكروها البت الاولى خالص اللي هو انا هستنى ICW4 ولا لا، هستنى 2 بايتس ولا 4 بايتس، على كل function selected in CW4 a set 0. PI4 ده فيها شوية bits بتconfigure شوية functionality، فبتقولك ده بيتست لزيرو. طيب هو هنا بيديك الفلو شارت. الفلو شارت بتاعك اللي هو الكوماند يعني، هو احنا قلنا least 2 bytes، فهو بالأول بيبعت ICW1 بعدين ICW2. بعد كده انا بشوف على حسب طبعا ال IC4، هل انا واللي هي في سيجنال اسمها سينجل تقريبا موجودة هنا، على حسب انا بشوف انا الكونفيجريشن بتاعتي بيزد على الاثنين دول، انا كاسكيدد مود ولا لا. لو كاسكيدد مود I'm expecting to receive ICW اللي هو الكوماند الثالث للكونفيجريشن، لو لا I'm expect لو لا او وذر يعني الاثنين كده كده. لو انا CI4D enabled I'm expecting to receive ICW4 okay. لو لا خلاص يبقى الدنيا خلصت على كده. ماشي. هنا برضو مديك الشكل بتاع ICW2، وهنا بيديك الفاليو بتاعت A1 A0 قصدي A0 لما تكون ب1 يبقى، وطبعا ال WR ب0 وال Shift Select ب0، يبقى أنا عارفة إن أنا هبص على الداتا باس، ولما ببص على الداتا باس وأشوف A0 دي ب1 يبقى بعرف إن ده ال second word second command word for configuration. تمام. ده بقيه ال ده بيبقى فيه بقيه ال address base بتاع ال interrupts بتبقى محطوطة هنا برضو ستيل في ال ICW2، هتلاقي ان هو بيقولك ده ال interrupt vector base بتاع من A8 ل A15، عشان لو انت بتتكلم في الكيس بتاع ال 80 85 احنا قلنا ال address 16 بت، بنحط 8 الاول ال least significant، بعد كده ال highest بنحطها في ال bus الثالثة. انما ال vector base بتاع ال interrupt برضو في حالة 80 85 اللي هو من A5 ل A7 بتحطه في اول كوماند اللي هو ICW1. انا بس بشرح لك النوتس اللي تبقى مكتوبه عشان لما تيجي تقراها تاني تبقى فاهم الكلام ده، وتربطه بالفيتشرز اللي بيقولها فوق، يعني دايما اربط الحاجات ببعضيها. ايه تاني؟ ممكن نطلع فوق بقى ونبتدي نقرا in details. ماشي. بيقولك ان ال 8 requests level بي generate calls to 8 location equally spaced in memory. This can be programmed to be spaced at interval 4 or 8 memory location. تمام. يعني ال requests دي supposed يعني to be inserted، او لما بحط ال address المفروض ان هما يكونوا محطوطين في يعني locations بعاد عن بعض equally. هل هما بعاد باربع location ولا تمانية location؟
يعني كان بالظبط كده الانستراكشن بتاعتك دي محطوطة في 4 لوكيشن كأنها وورد 32، ولا 8 لوكيشن كأنها 64، تمام؟ فاللي هو فعشان كده بيقولك يعني ده بيفهمك يعني حتة الانترفال، في الانترفال 4 ولا 8، اوكي؟ هو قالك ال address format عادة it's 2 byte long، فبيقولك لو انت لو احنا شغالين يعني في ال routine interval بتاع 4، على حق يعني على حسب، بص هوريكوا الجدول اللي احنا فوق ده، على حسب احنا 4 ولا 8، هو الجدول بيحطلك بيقولك ايه الادرس اللي انا بحطه على البص بيتحط ازاي. فقال لك والله على حسب المود، لو انت انترفل 4 يعني الانترابت سبروتين محطوطه في الميموري كل 4 لوكيشن، واحده تبقى محطوطه كل 4 لوكيشن تبقى واحده محطوطه في الميموري، لما انا انترابت كنترولر اجي احط لك الادرس هحط لك كالاتي، هحط لك حاجه ثابته عشان كده هتلاقي الفاليو ثابتة في الجدول، حاجة ثابتة، وآخر 3 دي على حسب الفاليو بتاعتها الموجودة في الـ ICW1 أو الـ ICW2 whatever، يعني لو هي موجودة في الـ ICW1 هحط لك الفاليوز بتاعتها هنا، تمام؟ فهو عشان كده لما انت بتيجي تحط الادرس على الباص السي بي يو بيبتدي يعرف بقى اللوكيشن ده فين، ده كأنه الاوفست الاخير يعني اللي بيحطه بيعرف هو هيتنقل منين، فبيبقى حاجة ثابتة انت باترن بيبقى ثابت من D0 D4 من D5 لD7، انا بحط الفاليو بتاعتها بيزد على الكونفيجريشن، الكونفيجريشن الفاليو دي بتبقى محطوطة في لو تفتكروا في ال ICW1. طب لو انا انترفال 8 يعني انا كل 8 لوكيشن انترب سبروتين بيبقى يعني ادرس بيشغل انترب سبروتين، برضو باترن بيبقى ثابت، واخر 2 الاخر 2 values دي هي اللي بحطهم بيزد على الكونفيجريشن برضو اللي بتبقى موجوده في الـ ICW في الـ ICW1، اوكي؟ فبيبقى حاجه ثابته بتبقى زي ترو، زي انت بيبقى عندك زي لوك اب تيبل كده حاجه ثابته كده، واخر 2 دول بتحطهم on the fly بيزد على الكونفيجريشن. انا شايفه صمت، انا عارفه ان اللوجيك جديد عليكم، بس انا بوريك ازاي تقرا الداتا شيت وتفهمها وتربطها ببعض، اوكي؟ كل حاجه يعني كل حاجه معتمده على الكونفيجريشن بتاعت الاي سي دبليو، سواء 1 و2، يعني 1 و2 هم الاساس والباقي كله مبني عليهم. هنا بقى بيشرح لك السيجنال البيتس اللي موجوده في الاي سي دبليو 1 اللي انا اوريدي شرحتها لك، قلت لك لما ده بيبقى بواحد يبقى هو بيبقى اوبريتن ليفل، لو هو بزيرو بيبقى اوبريتن ايدج، الاي دي اي ده لو هو بواحد بيبقى انترفال ليفل 4، لو هو اي دي اي زيرو يبقى انترفال ليفل ب 8، زي يعني احنا 4 ولا 8 عشان لما تيجي تحط الفيكتور بتاعك على الباص انت هتشوف انهي جدول اللي هترجع له، ده انت ممكن تخزنه في ميموري واخر 2 بيتس بس تحطهم اون ذا فلاي. تعملها ازاي بالفيري لوج؟ تجيب الفاليو من الميموري اللي مخزنه عندك او في البافر انترنالي عندك، وتعمل كونكاتينيشن الموست سيجنيفيكانت 3 بيتس او 2 بيتس على حسب الانترفال، تاخدهم من الايه من الكوماند اللي بيجي لك اللي هو انت برضه مخزنها عندك انترنالي في ريجستر، تمام؟ انت فاهمين ازاي تعمل حاجه زي كده كامبلمنتيشن؟ سنجل ده احنا قلنا ان احنا هو لو بواحد انا باكت از انترابت كنترولر واحد، لو بزيرو يبقى فيه كاسكيدد. فبس ممكن حد اكنولج معايا ان انتوا سامعيني تمام عشان ما فيش بس انتر اكشن. سامعين حضرتك؟ تمام.
جالاكسي دبليو 3 ده والله في حالة الكاسكيدنج ده مهم قوي اللي احنا نبص عليه عشان بنشوف الكونفيجريشنز بتاعت الكاسكيدنج، مين الماستر ومين السليف. اوكي، فهو لو بيقول لك لو هو بزيرو يعني البت اللي هي سنجل دي في الاي سي دبليو 3 دي لو هي زيرو تاكت از سليف، لو لا انت بتاكت از ماستر، وهو بيدي لك بقى الديتيلز بتاعت السليف والماستر. بس عشان الوقت انا عايزة الحق اكفر لكم كل حاجة ممكنة. هنا برضو حطيت لك شرح البيتس بتاعت الـ ICW4. اوكي، وحطيت لك الرسمة بتاعتها برضو عشان تبقى شايف الـ ICW4 بتاعتها. هنا الـ CIW3 هو حطيت لك اول 3 بيتس هنا اللي هو الـ value بتاعت الـ ID. عايزة أجهز بقى للمودز عشان دي أهم حاجة. هنيجي بقى للبارت، احنا خلصنا زي مثلا نفترض احنا خلصنا ال initialization والدنيا تمام، والانتربت كنترولر عارف هو هيأكتف أنهي interval، عارف هو single ولا cascaded والكلام ده، والدنيا اتعملت لها initialization. هبتدي ابعت بقى كوماندز with، يعني خلاص انا خلصت initialization you can enable to receive interrupt. okay after enabling you need to receive interrupt انا عايز اعمل operation commands بس في النص اغير فيها on the fly ال interrupt مثلا priority ال masking، احط مثلا ال mask value ايه ال interrupt اللي عاملاها mask وايه لا، عايز اخش جوه special mode masking، الكلام ده كله ازاي اعمله عن طريق الـ Operation Control Words، إن دي بقى أقدر أبعتها بعد الـ Initialization. هو بقى مديك intro طبعا عليها، بيوديك الـ still برضه أنت بتعرف الـ command ده جايلك ولا لأ، إزاي إحنا قلنا إن إحنا نعرف إن الـ command اللي أنا هبص على الـ data bus لما الـ shift select يبقى بـ 0 والـ WR بـ 0. هبتدي ابص على الاي 0 هي ب1 ولا ب0، لو ب1 هبتدي اعرف ان ده operation control word 1، لو لا انا عارف ان انا في operation control word 2 او 3. ايه فهي دي بس ايه الفكره عشان تعرفوا تريكونايز انا فين بالظبط. ماشي، قال لك اول operation command 1 ده لما بيتبعت ده مسؤول عن الماسكينج، الانتربت ماسكينج، لو هو بواحد الانتربت ده is always masked، لو هو بزيرو الانتربت ده مش masked على حسب البريوريتي بقى نفذه. اوكي، قالك الاوبريشن كنترول W2 ده بيقول لك الانتربت ريبن ده بيحط اللي هو ده بيستخدم في السيتنج بتاعت البريوريتي، يعني هو بيقول لك الـ least level عندي مين؟ الـ least level الطبيعي هو 7 والـ highest priority هو 0. هي بس just a note إن إحنا قلنا عندنا 8 بنس من IR0 لـ IR7. الـ device المتوصل بـ IR0 دايما هو has a highest priority، والـ device المتوصل بـ IR7 دايما has the lowest priority. تمام، فالبيز الانتربت ليفل بتاع البريوريتي بتاعتي بتتحل، يعني هو لو 7 ده معناه اللي هو 1 1 1 ده معناه الليست بريوريتي، اي حاجه فوقيه هو الهاي. بس انا ممكن وزن الاوبريشنز بتاعتي في النص ممكن اغير وما اخليهاش 7، ممكن اخليها مثلا 6، ممكن اخليها 5. فدي اقدر ايه اكونفجرها اون ذا فلاي. البت دي لما بتجيلي معناها انها بتقول end of interrupt، خلاص ال interrupt process خلصت، عشان لو تفتكروا البت دي في الكوماند اللي بيجيلي OCW2 دي، لما الكوماند ده بيجيلي
واشوف البت دي بواحد، انا بعرف ان انا خلصت الانتربت بروسيس دي اللي هي المانيوال اند اوف انتربت دي. ساعتها بستخدمها عشان اعمل ايه؟ اعمل كليرنج للكورسبوندنج بت في الاي في الاي اس ار للانتربت. الاي اس ار ده ريجستر اللي بيخزن ال بيست واحد في البت الكورسبوندنج للانتربت اللي هو السي بي يو خلاص بيعملها سيرفنج، اللي هو ان سيرفيس انتربت او انتربت ان سيرفيس. تمام، فدي مهمه قوي. لو انا مانيوال اند اوف انتربت لازم ابص عليها دايما، ولازم تتبعت لي من التست بنش، لازم تبعتها عشان ايه؟ وتحط فيها واحد عشان اند الانتربت بتاعي. clears mask bits في الانتربت. تمام، هو بيقول لك واحد ده بيماسك زيرو، ده بيindicate ال channel is enabled. channel is enabled معناها ان هو it's he can accept interrupt، ده معناها يعني. قال لك السيجنالز ال R وال SR وده they 3 bits control rotate and end interrupt of modes and combination of two، وهنتكلم على ال rotate والكلام ده. عشان تست ال priority، يعني هو in combination انت بتستخدمه عشان تست البريوريتي، وتستخدم حاجة اسمها روتيت بريوريتي، اللي هو زي ما قلت لكم هو الانترنت كنترولر أول ما بيحصل له كونفيجريشن هو فيكسد بريوريتي، بس أنا أقدر أعمل روتيت. روتيت ده هو الشخص أو الانتربت اللي أنا بعمل له اكزيكيوشن، السي بي يو بيعمل له اكزيكيوشن وهاز هايست بريوريتي. وانس إن هو خلص أنا أخليه ياخد الليست بريوريتي عشان أخد غيره، عشان ما اوصلش لليفل اللي انا دايما بستك، اللي انا بسيرف دايما انتربت واحد بس عنده هايست بريورتي وبإجنور الباقي. فساعات بضطر ارجع للطريقه دي عشان ادي فيرنس بإكواليتي لبقيه الانتربت اللي انا عاملها سيرف. هو هنا مديك الرسمه يعني بتاعتهم، ومديك الفاليوز بتاعتهم. معلش أنا بس عايزة أنتقل للمود. هو مش مدي شرح لل OCW 3 ولا مدي؟ أعتقد مدي ال operation ال operation control word اللي هو OCW 3 دي بقى فيها شوية bits بت for more for extra configuration أو extra feature، زي اللي أنا enable special mask mode. ده مود مخصص لحاجة اسمها enable special mask mode. لما بتتثبت واحد هو بي انيبل ان هو يريد فور اس ام ام بت، ودي بتستخدم ان كومباينيشن فور سبيشال ماسك مود. التست داتا مشروحه في المود ده يعني. اعتقد ان هو مدي بيتس اكتر، هو مش شارحها. مثلا هنا مديك دي اتنين، ده البي دي لو اتثبتت انت كده دخلت في البول كوماند، لو لا انت مش في البول كوماند. احنا قلنا البول كوماند ده اتس ان اكسترا فيتشر، بس هو بما معناها اللي انت بتخلي السي بي يو يعمل زي سوفت وير تشيكنج كده على الـ على الستاتس او الستاتس بتاعت الحاجه يعني، وتجنور الانتربت او لا. في اتنين بيتس اللي هما الار ار والاي اس ار، على حسب هو كان شارحها في حتة يعني ما. الفكرة ان انت بتقرا من ال من ال انت عايز لما ال CPU يقولك it's a read command اللي هو chip selected 0 وال R 0، انا بعرف انا ك interrupt control ان انا هطلع data،
بس انا هطلع داتا على انهي؟ احنا قلنا باي ديفولت هو بيطلع داتا اي ار اللي هو الانتربت ريكوست ريجستر اللي هو اي ار ار. طب افرض بقى ان السي بي يو عايز يريد حاجة تانية، فهو هيبعت الاول configuration command الاول وبعديها يروح بعت لك read request. لما انت تعمل read request على حسب الconfiguration اللي هو بعتها، لو هو بعتها لك بفاليو معينة بيست على ال RR و ISR، لو دي بواحد then انا هعريض دايما من اللي انا هطلع له ال status بتاعة ال ISR register على الباص اللي هما التمانية بيتس اللي هما ال data bus. تمام، لو هي دي بزيرو سوري لو دي بزيرو ودي بواحد هو هيطلع ال IRR، لو دي بو... لو اه لو دي بواحد ودي بواحد هو ساعتها هيطلع ال ايه ال ISR. يعني هو مديك الجدول بتاعها هنا وهو مديك الجدول التاني، هو بس لازقهم في بعض. هو هنا بيقولك no action لو لو ده بزيرو بزيرو، لو ده بواحد. هو اعتقد في تايبو هنا، هو كان شارحها في ال في الداتا شيت. يعني regardless ال part ده ال concept يكون وصل، بس ان هو امتى يقرا من ال ISR وامتى يقرا من ال IRR. اعتقد هي كانت هنا في الحتة هنا، بس maybe انا سكبتها او هو يشرحها تحت بقى. احنا قلنا هو بيحط الرسمة الاول بعدين الشرح تحت، فهو غالبا هيكون شارحها تحت. أيوة في ال في ال هي في reading status هيكون شارحها. ايه هو شارحها لكم هنا في ال read status ان هو انت يا بتقرا 8 بيتس بتاعة ال IRR او ال ISR وليه بتقراهم، عشان يحصل ايه بالظبط، وامتى بيحصل update. زي ما قلنا ال ISR بيحصل له update لما بيت receive end of interrupt command. فهو بيقول لك ال RR can be read when لما يكون في read bar lead RD bus اللي هو read register command is issued يعني with CW3 لما يكون ال RR بواحد وال RIS بزيرو. طب امتى اقرا ال ISR؟ لما يكون ال RR بواحد وال RSR ال RIS بواحد. يعني هو شارح لك امتى ده وامتى ده. تمام، فزي ما قلت لك هو بيحط الرسمة فوق، وممكن بس بعد 2 pages ولا حاجة يكون شارح لك in details، لأن هو بيشرح كل مود يعني كل كوماند والمودز اللي بيكفرها كل كوماند. بيقول لك ايه بقى؟ لو تفتكروا انا قلت لكم الانترابت كنترولر يعني باي ديفولت السي بي يو لو هو بعت ريد يعني عمل ريد ترانزاكشن وقال له طلع لي الـ status register، هو by default هطلع له IRR. طب نفترض إن أنا بعت له command OCW3 وقلت له لو سمحت اقرأ لي الـ ISR. تمام، أنت مش محتاج اللي أنت كـ CPU يعني اللي أنت تبعت OCW3 ده، مش محتاج اللي أنت تبعته كل مرة أدام أنت كل مرة عايز تقرأ من الـ ISR. هو خلاص الـ interrupt controller كأنه pointer، هو شاور على الاي اس ار وفهم ان هو هيبعت الاي اس ار. فكل مره ممكن لما تعمل ريد تنزل تشيب سيلكت وتنزل الار دي زيرو يعني خلاص هو هيبعت لك الاي اس ار على طول كل ما تعمل كده، الا لو انت عايز تغير بقى.
وعايز تقرا بقى في مره من المرات الاي ار ار، ساعتها لازم تبعت للاو سي دبليو سي. طب احنا ليه بنقول الكلام ده؟ لان التست بنش بتاعك هو بيأكت از سي بي يو، هو اللي هينيشيت الكونفيجريشنز والكوماندز ديت، هو اللي هيرايت وهو اللي هيجيله الريد، فلازم تكون اوير مين اللي بينيشيت ومين اللي بيبعت الحاجه وامتى. ايه تاني؟ نوصل بقى للهوب، فاضل بتاع 10 دقايق حسن عشان نلحق نكفر كل حاجة. نحاول نبص على المود بسرعة كده. خلي بالك احنا في البيج 15، هو فعلا داتا شيت بسيطة، بس هي طبعا بالنسبة للستودنت الموضوع بيبقى صعب، بس احنا يعني بنحاول نسهله as much as possible. ماشي، بص هنا بيقولك ايه الفولي نستد مود، ده مود بنخش بعد الانيشاليزيشن يعني الا لو انت ما برمجتش حاجه تانية ك سي بي يو. يعني ال interrupt requests are ordered in priority from 0 through 7. 0 is the highest و 7 is the lowest. تمام، when an interrupt is acknowledged the highest priority request is determined and is the vector placed on the bus. ده اللي احنا قلناه من أول السكشن. إيه تاني؟ ماشي، وقلنا إن هو الـ interrupt service register is set until الـ end of interrupt command immediately بيجيلك before returning from service routine. الكوماند ده بيجي لك يعني قبل ما ال CPU بيخرج من service routine، فانت بتعمل clear لل corresponding interrupt ده في ال ISR، او لما يجي او لو احنا في المود بتاع ال automatic end interrupt ده، هتلاقيه بيت من البيتس في الكوماندز فوق على حسب المود يعني اللي انا فيه ينفع ستة ولا لا. ساعتها لو انا في المود ده انا بست على طول ال ISR ده أول ما بيجيلي ال acknowledge يعني. ماشي، بيقولك once إن ال interrupts ال IS bits دي set all further interrupts of the same or lower priority are inhabited. يعني خلاص عشان هو the highest priority اصلا اللي بعمل له serving، فاي interrupt هيجي تاني من نفس ال level او اقل ه ignore. هو هنا بيقول لك ايه، هنا مديك نوت after initialization sequence اللي احنا عملناه بقى اللي هو ICW1 ICW2 ولو في 3 ولو في 4. IR0 has the highest priority and IR7 has the lowest. Priorities can be changed as will be explained in the rotating priority mode. Okay. هنا بشرح لك ان ازاي بيبعت ال end of interrupt وامتى بالظبط بيتبات، ولو انت في حاله الكاسكيدنج او لا. وهنا بيشرح لك الاتوميك اند اوف انتربت ان هو اصلا بيت في الاي سي دبليو بيتست بواحد ولا لا. لو هو واحد يبقى انا في الاتوميك اند اوف انتربت اللي انا بكلير الكورسبوندنج بيت في الاي اس ار بتست ان بوينت يعني. هو هنا يعني بيقولك ان هو بيكلير مثلا ال ISR وهو بيعتبر كده ان الدنيا تمام اول ما بيجيلي ال last interrupt acknowledge pulse في حالة طبعا اللي هو 8085 ال third او ال second في حالة 8086، واحنا قلنا ان احنا ال default بتاعنا 8086. فهو يعني بعد ال second pulse لو انا في المود بتاع ال automatic end of interrupt خلاص انا هكلير الحاجات اللي المفروض تكلير في ال end of interrupt زي مثلا ال corresponding bit في ال ISR.
وقال لك خلي بالك المود ده بس بيستخدم في الماستر مش في السليف، يعني انت لو انت بروجرامت اللي انت ماستر ده المود الوحيد، يعني المود ده ينفع يشتغل معاك. الاتوميك اتوميك روتيشن بقى اللي هو الايكوال بريوريتي ديفايسز، ده بيقول لك ان في some applications number of interrupt devices عندهم ال equal priority، فانا ممكن enable المود ده عشان ال fixed priority مفيش حتة ال equality، يعني IR0 اعلى من IR1، بس انا لو انا عندي devices الاثنين devices الاثنين عندهم نفس ال equal priority فممكن enable المود ده ساعتها. هو بيقول لك in this mode the device اللي هو بينج سيرفيس whatever بقى ال IO device اللي عمل ال interrupt وانا نفذت ال interrupt sub CPU بي execute ال interrupt sub routine بتاعته ده، هو بي receive the lowest priority، يعني هو خلاص خلص assign لي بقى internally كده lowest priority وخليه في اخر الصف عشان غيره يتنفذ. So the device is requesting an interrupt will have to wait in the in the worst case until each of seven other devices are serviced. تمام؟ هو هنا مديك example بتاع ال IS status، يعني لو أنا ال IR4 عنده دلوقتي ال highest priority دلوقتي وعليه interrupt، هو دلوقتي ال highest priority اللي أنا أقدر أنفذه. خلاص أنا بعد ما جالي ال acknowledgement ونفذته كل حاجة بقى أحطه في الآخر في ال priority status بتاعتي، أحطه أخليه إيه، أخليه في الآخر. أو هنا أهو ال ISR4 أهو هيصفر ال bit بتاعتها اللي هو being in service ويحطها يخليها إن هي عندها إيه lowest priority. ليه؟ عشان يدي سماحية أكتر لبقية ال devices إنها تاخد فرصتها بقى في ال interrupt. يعني هو هنا طبعا بيقولك عشان ت enable ال mode ده أنت عندك الطريقة اللي هي تستخدم اللي هي configuration في ال operation command word 2، اللي أنت يكون عندك ال bit اللي هي R bit بواحد وال SL بزيرو وال end of atomic بواحد، أو اللي أنت عندك ال R بواحد وال S بزيرو وال end of interrupt بزيرو بس كده. واللي أنت لو أنت عايز تصفر المود ده تصفر إيه ال signals بتاعتها كلها. طيب في variation منها اللي أنا لأ a specific routine, a specific priority إن أنت ت change ال priorities برضه بتاعت ال program بتاعك عن طريق إن أنت ت change ال bottom priority. يعني ال bottom priority بتاعتنا إحنا 7، ده في الطبيعي ال default، بس أنا ممكن لأ أغيرها وأخليها مثلا 5، أخليها 6، الكلام ده. هو بيقولك if IR5 is programmed as bottom priority يعني دي أقل حاجة then IR6 will have the highest one. الكلام ده بيتعمل عن طريق operation command W2 لما ال R بواحد وال SL بواحد، ويحط لك بقى الفاليو اللي هي 5 ولا 4 ولا 7 ولا 3 في ال L0 وال L2. انت هتلاقي بقى الفاليوز محطوطة مشروحة فوق في الرسمة عندك. في الحتة دي هتلاقي هو لو انت واحد هيحط لك الفاليو، لو انت اتنين هيحط لك الفاليو، لو انت بصفر كل صفار يعني هو هيحط لك الرقم يعني بس ان باينر بس. يعني لو هو 7 يبقى التلاتة بيتس دول يبقوا في 3 وحايد and so on. انتوا متابعين معايا ولا؟ ممكن بس حد يأكنولدج ان الدنيا تمام؟ تمام. اتفضل.
انت انزل روبرت او كده، اللي هو ايه الفيتشرز المطلوبه بالظبط، عشان في حاجات كتير. ما انا قلت ان ان شاء الله الدوكيومنتس، بص هو اغلبيه الفيتشرز دي مطلوبه، بس انا مش هشرح حاجه يعني. في الحاجات اللي انا عملتها سكيبنج هي دي الاكسترا، الحاجات اللي انا شرحت اللي انا شرحتها دي فيتشر مطلوبه، لان عدد التيم هيبقى كبير. يعني عدد التيم تقريبا 6، ف you have to need يعني to implement features. الفيتشرز دي على فكره سهله سهله، انت بس مجرد انت لو انت عملت ديزاين كويس البلوك دايجرام، عرفت تقول انت عندك ايه بالظبط والتوصيلات بتاعتها، هتلاقي الموضوع كله سهل. انت مجرد بس الكوماند بيجيلك وبتتشيك ده، يبقى انا هانيبل ده. الانيبلينج ده عن طريق ان انت بتحط حاجه على الباص، ان انت تستنى في 2 سايكل، 2 باصز، ده 3 باصز كده يعني. موضوع سهل يعني، بس هي الخطه الاولى، بس ان شاء الله مع البدايه هتلاقي ان الدنيا فاين يعني. الانتربت ماسكس اتشرحت كذا مرة. السبيشال ماسك مود بقى ده اللي هو some application بي require interrupt subroutine to dynamically prohibited dynamically يعني. ماشي. هو بس الفكرة بيقول لك ايه، انا مش عايزة دائما احجب interrupts مثلا من اي او ديفايسز على طول، لا انا عايزه مره من مرات ومره من مرات لا، عايزه اخليها دايناميكلي. تمام. ف وقال لك برضو خلي بالك ان انت ممكن ساعات يحصل موقف ان انت ما تقدرش تكلير الاي اس بيت او البيت الكورسبوندنج بيت يعني في الاي اس ار لانتربت معين، رغم ان هو بيجي اند اوف انتربت، انت ممكن somehow ال end of interrupt دي تيجي قبل ما ال execution مثلا ما يخلص، و somehow ال IS دي ما يحصلهاش clearing. تمام. فانت تفضل على طول بت execute دايما دايما ال interrupt request ده، دايما على طول بتعمل له serving، ودايما على طول شايف ان هو highest priority. فانت لا، عايز في فترة ما تحجبه وتاخد الباقيين يعني. فدي حاجة اسمها special mask mode بتيجي هنا. فقال لك هي الكونفيجريشن بتاعها بيبقى في الاوبريشن كوماند وورد واحد، هتلاقي برضو حاجه مخصصه ليها بتقول هي انيبل ولا ديسيبل. فهي بتقول it inhabits ان هي بتمنع further interrupts at that level with enable interrupts from other level. يعني كل interrupt عنده نفس الليفل ده همنعه، وه accept حاجه بقى lower او higher مش مشكله هاكسبته، عشان امنع حته ان الانتربت كنترولر دايما يستك لنفس الانتربت دي. قالك الطريقه دي لو تفتكروا اللي هو الاوبريشن دبليو كوماند، لقينا في بيتس كده مش فاهمينها اللي هي اس اس ام ام والاس ام ام، هي دي البيتس اللي بنستخدمها عشان انيبل السبيشال ماسك مود ونديسيبل السبيشال ماسك مود. ولا اقول لك لو الاثنين بواحد يبقى ده احنا في الماسك مود، لو واحد فيهم بواحد والتاني بزيرو يبقى لا. ايه يعني مور ديتيلز بقى هتلاقيه ان هو قايلها لك اكتر يعني في الرسمة فوق وكده. احنا خلصنا ريدنج ستيتس، وخلصنا سبيشال ماسك مود والبريوريتي مود اللي هو الراوند بريوريتي والباسيفيك بريوريتي. الايدج والليفل ده سهل جدا، انت عارف انت في الايدج ولا في الليفل. وهنا هو بس مديك ال وهنا هنا شارح لك الكاسكيدنج مود. وهنا كان في باشمهندس سأل في اول التوتوريال يعني متوصلين ازاي على الباص، فهو هنا حاطط لك الرسمه بتاعت توصيله الباص. يعني لو انت شايف انت هتلاقي الانتربت سيجنال بتاع الماستر متوصل على الباص اللي هو السي بي يو متوصل عليه. تمام. وهتلاقي الانتربت بتاع السليف لا متوصل بهنا بحاجه من ال من من الس متوصل بالماستر. تمام. وحتى هو الاسهم موديك التوجهات بتاعتها يعني. فهو الفكرة إن لو أنا عايزة أعمل انتر يعني حصل انتربت للسليف،
السليف هيوصل للماستر يقول له انا في انتربت عايزين مثلا نعمله، تمام؟ فخلاص الماستر بيبعت الانتربت للسي بي يو، وبعد كده السليف يبتدي يحط الفيكتور بتاعه على الباص. تعالى نشوف كده الديسكريبشن بتاعها. الماستر كنترول سليف ثرو 3 لاينز، اللي هو الكاسكيد باص، اللي هو من كاس 0 لكاس 2. الكاسكيد باص ده acts like chip select to the slaves during interrupt acknowledge. يعني هو بيبعت ال ID للي، يعني انت شايف كذا سليف هو متوصل، فهو مثلا بيبعت ال ID، وعلى حسب ال corresponding slave اللي انا عايزاه يحط الفيكتور بتاعه على الباص، هو ده يعني من الماستر للسليف. انا هبعت لك الداتا على الكيس على ال ID، عشان كده بيبقى كومباريتور. السليف ده يشوف هل ال ID ده بتاعه ولا لا. لو مش بتاعه خلاص مش بيعمل حاجة. لو بتاعه انا هبتدي في during ال interrupt acknowledge sequence. لو تفتكروا هما 2 بالز في اللي هو 8086، during ال sequence دي تقريبا بعد ال second بالز بحط على ما افتكر يعني من اللي قريناه، هحط ال vector على الباص. فقالك in cascade configuration ال slave interrupt outputs are connected to the master interrupt request inputs. اهو ال outputs connected لل inputs، تمام. When a slave request line is activated, afterwards acknowledge, the master will enable corresponding slave to release the device routine address. اللي هو during bytes 2 and 3 of interrupt acknowledge. اللي هو second byte، اللي هي البايت يعني لو بحط byte address، لو أنا في حالة 8086 بعد ال second interrupt acknowledge. لو أنا في حالة 80 أو 85 بحط ال 16 بت أو ال 2 بايتس بتوع ال address، يعني واحدة بعد ال second واحدة بعد ال third. بيقول لك خلي بالك ان انت لو انتوا خدتوا بالكم هما 3 متوصلين ببعض وكلهم انتربت كنترولر من نفس النوع اللي هو 28959A. فقال لك خلي بالك ان السي بي يو لازم يكونفيجر كل انتربت كنترولر على حده، يعني ده بيتبعت له او سي دبليو كده، او سي دبليو او مش فاكر اللي هو كونفيجريشن وورد يعني واحد مثلا، وده الواحد واحد، وده نفس الكلام نفس الكلام. وكل واحدة ممكن تكون عندها values مختلفة، لأن خلي بالك ده مثلا slave وده master، فشيء طبيعي إن هما لازم يكونوا configured separately، تمام. فدي برضو ملحوظة هو إيه حاططها لك. هو بعد كده في الاخر حطيت لك تايمينج دايجرام عشان تشوف بس الدنيا بتبقى ماشيه ازاي. يعني دول مش مهمين قوي، اللي هو بيكلم لك على الليفل بقى بتاع الفولت وكده. ده يعني احنا لما بنيجي نموديل حاجه زي كده في الفيريلوج ما بنحطهاش في اعتبارنا. الكلام ده في الفابريكيشن بتاع الايزك. بس هو بقى هنا حطيت لك الويف فورمز، يعني لما يقول لك الرايت ريكوست بينزل والتشيب سيلكت لازم تكون بزيرو مثلا، الداتا الفاليو بتبقى محطوطة في الداتا بس. هبتدي ابص على الداتا بس عشان اخد الداتا بس. That's it. احنا تقريبا كفرنا most important features يعني في الـ interrupt controller. جنرال دوك أغلبية الحاجات اللي قلتها هي included، زي مثلا قلت البولد كوماند ده اتس اكسترا، 8085 ده اكسترا معقد شوية فهو اكسترا. اللي عايز يعمله ياخد بونص براحته. البونص مش بيبقى كبير قوي عشان برضه ما لو انتوا مزنوقين في مواد تانية، يعني تقريبا بيبقى الماكسيمم 5 درجات، وبيتحط على أعمال السنة مش بيتحط على المتر. وأنا بقول الكلام الأول عشان انت بتشوف التايم بتاعك، انت لو شايف انت عندك بروجكتس تانية ومش لاحق والكلام ده اعمل المينيمم. يعني لو انت حاسس ان انت هتنقص في البروجكت في المينيمم اعمل زيادة عشان يكفر المينيمم. يعني ادينا اهو بقول
على حسب الدوكيومنتيشن اللي هينزل لكم، في حاجات ثابته ما بتتغيرش. انت مطلوب منك ريبورت، مطلوب منك ان الريبورت ده تحط فيه الفيتشرز اللي سبورتد، تحط الفاينانس ستيت ماشين بتاعتك، تحط البلوكات، تحط السيجنال ديسكريبشن، تحط الويف فورمز، سناب شوتس من الويف فورمز بتاعتك، وتحط الاستراتيجي بتاعت التست بنش بتاعتك. يعني ايه استراتيجي بتاعت التست بنش؟ انا عندي فيتشرز كتيره، انا لازم اتست الفيتشرز دي. فمرة وانا ببعت الكوماند ده، مرة اعمل كل الكومباينيشنز الممكنة للكوماند ده عشان اتأكد ان هو بيهيف صح. تمام. ايه تاني؟ لازم تكتب في ريبورت التستنج الاستراتيجي بتاعتك اللي احنا شرحناها في التوتوريال. يعني انا بحط كورنر كيسز عشان انا استحاله اغطي مثلا كل الكومباينيشنز. فانا مثلا لا، انا مهتمه بالفيتشر معينه، الكورنر كيسز اللي بتست الفيتشر دي. لما اعمل مثلا الاس ستريف سيلكتد زيرو مره ومره بواحد، مره اعمل الريد مثلا بزيرو ومره بواحد مع ال WR، واشوف البيهيفير بتاعها. ان انا اخلي ال WR بزيرو مثلا وريد ال RD بواحد وتشيف سيلكتد زيرو، الدنيا هتاكت ازاي الكلام ده. ف you have to include it عشان اعرف انتوا فاهمين ولا لا. هدف البروجكت مش بس ان انا زي ما قلت لكم موديل فيلوج، او الفيلوج اتس تول. هدف البروجكت انت تعرف تموديل الهاردوير، انت تفهم الداتا شيت، ان دي سكيل. انت كامبيدد انجينير at least for me كاكسبيرينس لما كنت في الاندستريال ماركتنج، اول بروجكت ليا كان مع الميموريز، كان سايبرس ميموري 3 فلاش. ده الشيت بتاعتها كانت معقدة وكانت معتمدة على واحد عنده experience أصلا في الكلام ده في الداتا شيت، وأنا لسه واحدة متخرجة ومفروض أفهمها وأعمل الأركيتكتشر وأبروبوز أركيتكتشر صح وأديفلوب صح. ف it's a skill، it's a skill إن أنت هتبقى حاجة كويسة ليك بعد كده. برضو الهدف اللي أنت تبقى، لو اللي انت تعرف تعمل استراتيجي اللي انت تست، والتستنج ده مش بس للهاردوير، ده اتس ا مايند سيت. انت ازاي تعرف تست حتى لو انت امبيدد انجينير او حتى وانت سوفت وير انجينير. تمام. ف الكونسبت واللوجيك وطريقه تفكيرك دي انا هعمل لها ايفالويشن عليها، يعني مش جاست بس كده لا. هيبقى ان شاء الله في برزنتيشن. السبمشن مثلا بيبقى قبل البرزنتيشن بيومين او 3 ايام، وبنحدد يوم بقى. اليوم ده بيبقى غالبا هنختار مثلا اليوم اللي المفروض يبقى فيه التوتوريال، ونحاول نظبطها مع الديسكريت ماس مثلا ديزاين باترنز. بيبقى في اخر السنه، فغالبا الديزاين باترنز هتكون خلصت، بنحاول نظبطها بس تظبطوها مع الديسكريت ماس، بحيث اليوم كله هيبقى ايفالويشن ليه وهيبقى اونلاين. وبيبقى سلوت كده كل تيم مثلا بتاع ربع ساعه بيحصل ديسكشن. طبعا انا اكسبكت ان انتوا تستخدموا حاجه كنترول فيرجن اللي هو جيت هاب. الكلام ده ان شاء الله هيكون كله انكلودد في الدوكيومنتيشن، بس جاست ان كيس الناس اللي ما بتركز في الدوكيومنتيشن عشان ما يجيش في الاخر وتقول لي انا مش مركزه. الحاجه دي ريكوردد، المفروض كل الناس تسمعها. كنترول فيرجن يعني جيت هاب مثلا او جيت لاب، لازم تستخدموه ولازم كلكم تشاركوا. ما ينفعش حد يجي في الاخر يقول لي يا باشمهندسه انا احنا ما كناش عارفين نتعامل معاه، او ما كناش نعرف فحطينا كود مره واحده. انت بالنسبه لي هتنقص. تمام. لازم اشوف مراحل الديفلوبمنت بتاعه البروجكت بتاعك. كل واحد لازم اشوف الكونتريبيوشن بتاعه. جيت هاب بيعمل كيرف بيوري الكونتريبيوشن بتاع كل واحد. فما ينفعش الاقي واحد عامل كونتريبيوشن كتير، عامل كميه بوشز 20 30 مره، والاقي بقيه التيم بيعمل بوش واحد ولا اتنين. خلاص الامبريشن اللي بيجي لي ان ده واحد شايل البروجكت ودول بس مجرد بحاطين كده حاجات صورية. فلازم لو سمحتوا تشاركوا. تمام. لو شخص، يعني انا عارفة طبعا السكيلز تفرق من شخص للتاني، فاكيد في ناس مش يعني كبروجرامينج سكيلز يعني عندها صعوبة فيها شوية او مش اعلى حاجة فيها، عادي ما فيهاش مشكلة ان التيم يساعد، بس لازم يكتب حاجة بايده عشان يتحسن ويتطور، لان هيبان ده من الدسكشن بتاعتي معاه على طول. بعرف مين اللي كتب من مين اللي ما كتبش. لو سمحتوا لو سمحتوا مين الاول، وبقولها عشان ما تلاقوش رد فعل عنيف في الاخر، ما لاقيش كلمة اصل كلنا بنقعد مع بعض وكنا بنكتب الكود مع بعض، ما لاقيش الكلمة دي تتقال لي ابدا. تمام. اتس اوكي ان انتوا تعملوا ميتنج،
اتس اوكي، لان جزء من البارت من الكود بتكتبوه، بس لازم كل واحد يكتب كود على حدة. يعني هو مش منطقي ان انا بروجكت زي ده تقيل في الامبلمنتيشن، الناس اول مره هتتعامل مع فيري لوج، فمش منطقي ان احنا نيجي نعمل امبلمنتيشن لكل ده كلنا مع بعض في نفس الوقت. ما اكيد في ناس تاخد مواد تانية، اكيد ناس تانية مضغوطه. احنا بنقعد مع بعض في الديزاين، نتفق على الديزاين، نتفق مين هيعمل ايه، وكل واحد يبتدي امبلمنت مع نفسه. لو في واحد عنده مشكله الناس تخش معاه ديبوجينج سيشن، انا ما عنديش مشكله في كده، لكن تقولوا لي اصل كلنا كتبنا كود مع بعض، ده كده عك. وده ما بيحصلش في graduation project evaluation. graduation project ما بيحصلش فيه ابدا الكلام ده. اوكي، ف it's opportunity to enhance your skills، to add حاجه لل CV بتاعكم. فلو سمحت take it seriously، احنا مش بس بندي كورس و evaluation الكورس، احنا بنحاول نبني ناس تبقى ready للماركتينج. حد عنده سؤال تاني؟ الكرايتيريا بتاعت الحياة بتاعتكو، طبعا اللي بيقفل البروجكت يعني اللي بيخلص كل الفيتشرز الأساسية هو اللي بياخد الفور مارك، لحد ما مخلص يبقى أكيد بينقص، لأن في كرايتيريا. في التيم وورك بيبقى عليه درجة، والإنديفيديوال بيبقى عليه درجة. اوكي، فلو شرحت اهو، التيم وورك لازم يكون يبقى كويس. مش عايزة مشاكل وأنا بعمل ايفالويشن أكتشف فيه مشاكل في التيم وورك. باشمهندس، هو المشروع اللي كام درجة؟ غالبا هيبقى 10 درجات. ثاني، مش ده المشروع الصغير ولا لسه المشروع الكبير؟ اصل في مشروعين. دكتور قال مشروعين؟ لا، هو هيبقى مشروع واحد. يعني انا اتشيك مع الدكتور تاني لو هو كان قال مشروعين، بس هو فور مي هو قال لي ان هو مشروع واحد، وهو انا شايف ان هو it's big enough ان هو to include اغلبية ال features is big enough اللي هو يفت الكورس بتاع البروجكت. يعني لو سمحتوا دايما دبل تشيك اللي هو ال LMS ده، عشان زي ما انتوا شفتوا حطيت ال ALU مثلا وال assignment، هتلاقوا بعد كده هرفع ال assignment 2 و 3. في official assignment هو assignment 1 و 2. اوكي، وفي assignments هتبقى بأساميها زي ALU، في assignment تاني هنحطه بالاسم. يعني واحد بيكفر مثلا سي ال interrupt controller وال PCI وال PCIe والكلام ده، مثلا واحد بيكفر الميموري الكاش والحاجات دي. فدايما يعني regularly تتشيكوا ال website. start from now، اللي انتوا تقروا ال data sheet، start from now تقسموا التيمات، والحاجات البيزك الأساسية تقدروا يعني تقدروا تقروها دلوقتي وتحاولوا تفهموها لغاية ما ال description يتأبلود. اوكي، وترجعوا لل record تاني. أنا معلش طولت عليكم، بس دي حاجات أساسية عشان هي recorded، فيعني دي حاجة كويسة بدل ما تتقال offline عشان الناس ترجع لها اللي ما حضرتش. انا يعني بالنسبه لي انا امضى، اللي عايز يسال حاجه مش فاهمها اوكي، حاجه في الايفالويشن بتاعه البروجكت يسال. طيب باشمهندسة، بس سؤال، هو بالنسبة للأسايمنت بتاع اللي هو ستيت دايجرام، واحنا المفروض نعمله اوفرلابنج ولا نون اوفرلابنج؟ هو على حسب الرسمة ده الأسايمنت صح؟ الأسايمنت. طب معلش عشان أنا ناسية عايزة أشوفه. اوكي، لا انت ممكن تعمله عادي non overlapping. تمام، شكرا. اوكي، اظبط حاجة في الـ configuration وهنقفل الميتنج على كده، انا بس هستوب الريكورد.